مساء الخير كل الحاضرات والحضور، مع صديقي العزيز منصور الناصر. اللي كنت بقول له منصور عبد الناصر كان بيزعل، مش عارف ليه. دي حلقة من سلسلة رحلتي، واخترنا ليها عنوان أنا شايف إن هو عنوان مبتكر وجميل ومعبر جدا عن الصديق العزيز منصور الناصر، اللي هو سيرة متفرج. فيعني احنا حتى كنا بنتكلم ان هو دايما الناس بتكتب سيرة مين وتهتم يعني بحياة مين. دايما مثلا النجم، الممثل على المسرح، المخرج، المؤلف، لكن ما حدش منتبه للمتفرج. بينما المتفرج ده جزء من المسرحية، وهو رغم ان هو متفرج الا ان هو مش بس له سيرة، وان هو العمل المسرحي لا يتم إلا به، بل وهو متفرج هو جزء من المسرحية، جزء من اللعبة، جزء من اللي هو يعني برضو كمان نقدر نقول بشكل ما هو بيمثل برضو. يعني لما بيجي يسقف، فمن الممكن هو بيخلي الممثل يطلع أكتر، أو يحس بأن هو مغضوب عليه فيلخبط في الكلام، أو ممكن يرمي حتى الممثلين بالطماطم. فيعني هو مش هين برضو، عامل متفرج، وهو اللي وهو ممكن بيكون بيحرك الأحداث. فإحنا عندنا دلوقتي اللي هو اختار إن هو يبقى متفرج على الأحداث، أو يعني كأنه بيشوف الأفكار اللي بتعرض عليه منذ الطفولة، وهو ما بيقبلش شيء إلا بعد تفكير. وده يمكن هو ده اللي خلاه مش صاحب أيديولوجيا، ولكن مولود بالنقد، ينقد كل شيء، ودايما مش جزء من مجموعة، هو لوحده دماغ كده لوحده. حتى بيقولوا الجماعة التنويرية دول عاملين زي القطط، ما تقدرش تحطهم في مجموعة، فيش حظيرة للقطط. لا أنا في كثير ناس يقولون انت بدنا نفهمك، انت شو قصتك، انت عايز ايه يعني، انت مين، انت ابن مين، ابن مين. فهو يعني انا راح اسيب المنصة كلها لصديق العزيز، وأنا هبقى كده، هو هيبان الصوت بتاعي ويحكي لنا بقى من هو البداية. فين السؤال؟ لا احكي. إيه حياتك؟ أيوة الله الله الله. كيف أنت عارف أنت اللي بيقولك إيه، ثم ماتت رابعة، مسرحية بقى، ثم دخل يوسف وابي مسرح كبير. موت المؤلف. أيوة. يحيى المتفرج معانا. المتفرج الكبير الأستاذ منصور الناصر. أهلا بك يا أستاذ. أهلا بك أصدقائي، أتشرف بلقائي معكم، وأنا لدي الكثير لأقوله في هذا المجال حول يعني التجربة الخاصة. التجربة الخاصة هي بسيطة جدا وليست ذات تأثير على مجريات هذا العالم. أنا شخص على هامش العالم، وأعتقد أنا ولدت لأؤدي هذه الوظيفة، وظيفة المتفرج، ولكن مع بعض أحاول دائما أن أفهم هذا العالم. وأعتقد السبب أنما عندما ولدت بين عائلة كبيرة، عندي 6 أخوات وأنا تقريبا الأصغر، فكان دائما أنا مهمل، يعني أنا كما يقال مدلل لكن أيضا مهمل، يعني أعمل شو بدي شو ما بدي. فكنت دائما أتفرج على الكبار ماذا يفعلون. هذا كان سؤال يثيرني دائما وأحاول أن أفهم ما يجري. ولدت أيضا بين رفوف مكتبة، وكتب دائما موجودة تحت يدي، قصص الأطفال. وكنت بدأت بدايتي بعد ذلك مع خاصة مع الدين، مع الطقوس، ماذا يفعل الناس حولي. كانت البداية صديقة نعيمة الرائعة دائما موجودة أعتز بها جدا. فأنا كانت بدايتي عادة أشوف الناس عندما أخرج خارج البيت، أشوف الناس يصلون يصومون يمارسون طقوس. هذه المسألة كانت تثيرني تماما، وأحاول أن أفهم هؤلاء الناس ماذا يفعلون. واحدة من التجارب الأساسية اللي بدأت بقراءة قصص الأطفال كانت أيام سمير، ميكي ماوس، هاي المجلات المصرية كانت تجي، كنت أنتظرها على بلهفة أسبوعيا، سوبرمان، هاي كل الأطفال في ذلك الوقت، يعني مطلع السبعينات.
فبدأت بهاي الأشياء. لا تغير لهجة تقول إيه. أي فهو أنا مشكلة باللهجة العراقية فيها مشكلة، بعض الكلمات مجهولة مثلا أكو ماكو المصريين ما يعرفوها، أنا تفاجأت كنت أصور يعرفوها، طلعت الأكو ماكو هاي معضلة بالنسبة لهم. على كل حال أنا بدأت الفكرة ويوم الأيام أحكيت بس أنت قريب من المجلات والكتب لأن الوالد عنده مكتبة. أي والدي كان عنده مكتبة من سنة 37 مؤسسه، يعني هو يعني تقريبا فترة طويلة 37 يعني قبل الحرب العالمية الثانية. ودي كانت الكتب اللي موجودة فيها، يعني كتب في أي مجالات ولا في كل الكتب اللي بتطلع بتصدر؟ هو كان في عندنا كتبين، أنا من صحيت بالسبعينات على الموضوع، كان في مكتبة عميقة جدا وجانب يعني الجانب اليسار جانب الكتب القومية والبعثية والناصرية أيضا، والجانب اليمين كتب حمراء كلها ماركس إنجلز. بس أنت لما تقول حمراء من الممكن حد يفهمها غلط. مش حمراء ملط يعني. لا حمراء يعني كتب ماركس وهاي الشيوعية، لأن كانت مدينتنا يسموها موسكو الصغرى. أنا أشوف فكانت واحدة من الأسئلة المبكرة هو هذا السؤال، هذا لماذا يقرؤون هاي الكتب؟ فاستغرب يعني هاي اتصفح ما لا افهم شيء يعني. لكن اشوف انه في كلام كثير على قضايا واشياء، فبدت الاسئله كثيره تثار عندي، حاولت انا فهم. هناك جانب في الخلفيه يعني هو شكل حرف يو مقلوب او امام، اليمين عندنا الكتب الشيوعيه الماركسيه واليسار قوميه وناصريه، وفي الخلف الكتب الدينية الإسلامية وكتب الأدب والتراث العربي عموما. والكتب الإسلامية شيعية ولا سنية ولا كان عندكم الاثنين؟ لا اثنين كله موجود، كله موجود. الكلاسيكيات اللي هي كتب الكلاسيكيات هاي كلها. فكان فأشوف الناس اللي يجون كلهم وأستغرب أقول هاي، بعض أحيان تجد النساء يعني واحدة من ذاكرة الآن الغريبة يلبسون هاي العباية العراقية، واحدة امرأة انا اشوف واحدة تقول لي اعطيني هذا الكتاب انجلز، كل هاي تقرا هذا شو معقول؟ لا واحدة جاية لابسة عباية ويعني ريفية وتقول لي اعطيني ماركس وانجلز وبدي هذا وهذا. انا ذكر طالع اول مرة طالع كتاب الاورو شوية، فقالت اعطيني كتاب الاورو شوية. إذا كان الست دي بتفهم أنا مش فاهم، عيب والله. لا هي امرأة عادية يعني كثير وتلابسة لبس محجب يعني العباية الطريقة العباية التقليدية العراقية. فهذه الأسئلة بدأت تكبر عندي. بعد ذلك في يوم من الأيام رحنا إلى زيارة إلى يعني أنا كنت دائما خارج الأحداث أتفرج وأحاول أن أتعلم. يعني كان سنك كم سنة في الوقت ده؟ 10 11 12 يعني، بس بدت المراهقه وبدت احاول اتعلم واشوف الناس، وكنت خجول طبعا، انا طبعا الاساسي خجول ما اتحدى ما اتكلم انطوائي، فاتفرج واحاول ان ادخل بالعالم لكن اخاف. فكان افضل حل لي ان اتفرج، قلت اوكي خلينا نتفرج واذا صار في فرصه ونصيب ندخل نرقص مع اللي يرقص يعني. بس لحد الآن ما رقصت مع والحمد لله لحد الآن أنا بقيت متفرج. لا وممكن أنت بترقص بس مش واخد بالك، ده هيبان بعدين يعني، هل أنت ليك مواقف و... لا يعني المهم هنقول هل من الممكن الواحد يفضل متفرج؟ حتى احنا لما قلنا في المقدمة المتفرج هو في الآخر جزء من العملية المسرحية ومؤثر حتى في الممثلين وفي العرض، حتى الممثل نفسه يقول لك العرض ده أنا لأن الجمهور كان متجاوب معاه فبقى حلو يعني، فما نقدرش نقول إن هو منفصل تماما يعني. بس لا هو ما ممكن. أنا عندي طموح دائما بالمشاركة يعني دائما. وليش هو اللي تحولت متفرج؟ لأنه كنت أخاف الدخول يعني، ما هو ده بحكم السن يعني، ما واحد 10 سنين يعني أنت عايزه إيه؟ لكن استمرت معي. في ناس يعني يدخل ويضيع بالزحام يعني ويبدي يرقص مع الراقصين ويغني مع المغنين ويردح مع الرادحين. فأنا لا. في يوم من الأيام في عندنا زيارات تصير للدين،
قبلها اشوف ناس عندما يصير يوم الحسين مقتل الحسين، فصير عندنا ناس في الشوارع يعملون قدور كبيره جدا للاكل وشرب. يعني انت المدينه بتاعتك قلت لي مش بعيده عن المشاهد يعني اللي هو النجف وكدا. لا لا احنا بوسط العراق، مدينه اسمها الشطره بوسط العراق، ويعني بين بغداد يعني 400 كيلومتر جنوب بغداد وتقريبا 200 كيلو شمال البصره. فهاي المنطقه بالمنتصف على نهر يسمونه نهر الغراف اللي متفرع من دجله. فهي منطقة قريبة على لقش التاريخية، لقش قريبة تلو يسموها، فقريبة على تلو، وأيضا حدود 50 كيلو آثار أور، وتقريبا بشوية للشمال آثار أوروك تقريبا 70 كيلو. فبهاي المنطقة وعلى يمين منطقة الأهوار اللي إيش بها ناس يعيشون بالمياه. يعني الأهوار تعرف شو معناها؟ لا كلمة أهوار ما أعرفش. الأهوار هي منطقة بحيرات. أيوة لا فقط كلمة الأهوار ما أعرفش يعني، بس هي المناطق اللي هو فيها بيعملوا البيوت بالخوص. أي هي بيقولوا على الطريقة السومرية القديمة. هي هاي يسموها أهوار. الناس عايشين عليها. وحتى القارب بتاعتهم دائرية. دائرية، هاي دائرية بغداد. أوكي. بنهر دجلة. لأن في بيقولوا الفلك نوح ما كانش في الملحمة. صح. إن هو عبارة عن دائرة. هاي مش بالأهوار، بالأنهار. أوكي. بالنهر. الأهوار هي منطقة الدجلة والفرات، الدجلة فمنطقة فيها أرض يعني ينتشر الماء في كل مكان. فالناس عايشين هناك. فتكثر فيها الحيوانات والطيور، طيور مهاجرة من أوروبا تجي بهذا المكان. فالناس عايشين وسط المياه. يبنون شيء من على المكان ويعيشون به. وهم حتى كانت هنا بهذا المكان، كان مملكة يونانية 600 سنة تقريبا، يونان يعني يونان أسماء وملوك ولكن تبنوا عادات والتقاليد، مش يعني مش عادة، عفوا اللي هي العادات وطرق المعيشة والعمارة بتاعت المنطقة المحلية. اي طبعا. لا بس هم عندهم وضعهم الخاص، لانه عايش بالماء فيبني بناء خاص. المستحيل الناس اللي عندهم خبرة هو هيتعلم منهم. أي. ما يحتاجوا، لأنه عايش في المدينة أو بالقرية ما يحتاج، لأنه عايش على الأرض مش على المياه، هم عايشين وسط المياه بالنص. يعني هو هاي وين ما تدير وشك وماء مياه كل مكان على مد البصر. يعني في منطقة شاسعة تقريبا بحجم هولندا مساحة. يعني ما انت انتقلت من الاهوار يعني مش بعيد عن الاهوار، المهم مش بعيد عن هولندا اللي هي برضو كمان وعملوا مدن عائمه برضو. شوف 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 شلون يطلع. فالمهم هذول كانوا يعملون، شوف والدي يقول لي هذول يعملون يسمونه راح من بالي اسمه، يعني ثواب. فكل الناس مجانا تاكل وهيك شيء، وفي ناس يضربون زنجيل. أنا شو هاي الناس شو فيها يعني؟ فأنا باعتباري متفرج يعني أنا متفرج وأريد ألعب دور، يعني كان عندي نية ألعب دور على المنصة، منصة الحياة، منصة الواقع اللي وليش فيه. لكن دائما هذا الحاجز موجود، إن أشوف إن هاي الأشياء أول مرة أفهمها وأتقنها حتى بعد ذلك أقدر أشارك فيها. المشكلة لحد الآن ما فاهم أنا. يعني النية كانت إنك أنت تفهم عشان تشارك وتشارك بشكل جيد على اساس الفهم. انت بقى حاولت تفهم، لقيت ان الحاجات دي كلها مش مفهومه. فتوقفت عند مرحله المشاهده لحد الان احاول افهم شو القصه يعني. طب ايه اللي انت يعني انت لفت نظرك التعبير يعني طرق تعبير عن المشاعر الدينيه الجياشه فعلا واللي بيعملوه ده، فانت حاولت تفهم هم ايه اللي بيعملوه ده. ايوه. فهي هاي حادثه صارت عندي، انه في يوم من الايام في عندنا يسمونها زياره، نروح الى المناطق المقدسه مثلا مراقد الحسين حسن والحسين، وايضا مرقد الامام علي، وايضا مرقد موسى الكاظم في بغداد. فهاي الناس تروح زيارات موسميه حسب مثلا مولد الكاظم ووفاه مقتل الحسين، تصير هاي العمليه. لكن وين يصير؟ في يوم من الايام رحت مع والدتي واخوها عايش بالنجف، ولا بقى خالك
يبقى خالي ومعانا النساء واحنا اطفال يعني عمري اتذكر 11 12 سنه فدخلنا قال راح هذا انا بالنسبه حدث تاريخي يعني انا راح اطلع وقليل مسافر بحياتي ما خارج المدينه فهم سفره وايضا راح اكتشف شيء جديد والتحضيرات للسفره دي السفريه دي اوهمتك انك انت او وديت لك انطباع انك انت هتشوف شيء استثنائي شيء فانت يعني أنا كل كل رغبة إنه متحفز يعني أنا أقول راح أضاف لشيء عظيم وراح أشوف الأئمة وأشوف أمي يتحدثون عن الإمام والزيارة وشوف الحدث هائل راح يكون. طب أنت تفتكر هل أنت تخيلت أشياء ولا ما تفتكرش لا أنا ما بين اللي تخيلته وما بين الواقع؟ هو تخيل شيء عظيم راح اشوفه اللي هو ايه مش محدد فارق يعني اوت اوف يعني شيء خارج الخيال وشو يعني محظوظ راح اكون انه فدخلت مع خالي فقال لي شوف انت راح تدخل هذا مركز الكذا الامام هو كان شيخ جامع خالد فشاف قال هذا شوف الامام انا شفت قباب من الذهب الخالص قال هاي ذهب خالص وتلمع تبرق وشوف آلاف الناس والكل مشغولين ومهمومين بالموضوع في شيء يعني ده مشهد مهيب مهيب يعني ما طفل صغير ده ايه ده ايه انا اشوف ناس وهاي بس انا ادور على الشيء هذا اللي وين اللي انا اعتقد في شيء اخر فين الفولة فين زبونة فانا كنت اسأله يقول لي خالو انت لازم تشعر بالرهبة من أول ما تدخل فأنا دخلت قلت له يعني قالت شعرت بالرهبة قلت له لا ما شعرت قال لا تشوف شوف هذا الناس شوف هذا المرقد الإمام هذا الإمام كذا الحسين ابن علي ابن كذا أنا أسمع فحاول أنا حاول أنه يعني قال في رهبة تستدعي مشاعر مناسبة للوضع فأنا أحاول أكتشف بذاتي أقول في شيء غلط يعني يعني أنا ما لا أجيد التعامل معه بدي أفهم يعني وين الرهبة ما تطلع عندي يعني في شيء ما يطلع شيء موجود هو في رهبة هو يقول لي عندك رهبة لازم يعني دور عليها فأنا أدور كل شوي أقلي بعدين بديت أكلك له ما في رعبة يعني وين هاي رعبة قال في خشوع عندك يصير عندك شيء تسامي أشياء أتذكر فأنا حسيت بالذنب فقلت هاي الرعبة وينها ولحد الآن أبحث على هاي الرعبة ما لاقيها أنت حسيت بالذنب أنا كنت غيران من الناس آلاف الناس تشعر بالرعبة إلا أنا فقال لي أنت روح أنت ما بتنفع بأي شيء خالي اي اسم عندي حاول المسكين معك تعبته كثير قال روح انت ما بتنفع طب انت ما حاولتش يعني او ما تفتكرش انك انت او بعد كده هو مع الوقت قلت طب ما انا كنت افضل ان انا اقول ان انا حسيت بالرهبه عشان ما ابقاش منبوذ من المجتمع هو هاي المشكله بديت احس يعني بالذنب غير انك تحس بالذنب ليه ما حاولتش انك انت تمثل يعني انك انت تقول شعرت لان ده هيمتدح لو أنا ما كان بنيتي أكذب لأنه أنا كنت أشعر بأنه شيء رهبة موجودة فعلاً فأنا كنت بس واحد يعلمني كيف أطلعها يعني أنت فكرت أن المشكلة بقى فيك أنك أنت مش أن هو ما فيش رهبة هي موجودة بس هي مش عايزة تطلع مثل واحد يعلمك كيف تكتب مثلاً فكتصور الموضوع هكذا مثلاً أعرف الألف باء جيم كيف تكتب فأنا كنت أعرف أنه بالنهاية أتعلم كنت أتوقع أنه الرهبة هاي هي موجودة لكن أنا ما يعني لابد شوية تعب نفسي أدور عليها إن الناس دي تعلمتها أنت الوحيد اللي ما تعلم يعني فظلت في قلق بعد 4 سنوات هيك ظلت عندي هاي التجربة فأني دائما أشعر بأنه فظلت أبحث عن هاي الرهبة وأقول يعني هاي الناس كلها ليش أنا مختلف يعني والحمد لله لحد الآن أنا ما فاهم الموضوع يعني طبعاً هي حلوة أن صارت بعد ذاك حاولت صارت إذا إنسان صار أدى معنى للحياة يعني هما بالنسبة لهم الرهبة تمنحهم المعنى أنا بالنسبة لي لا بالعكس صارت هو البحث عن معنى الرهبة والمقدس وما إلى ذلك صار عندي نوع من أعطتني معنى لوجودي فالمعنى أصبح والقيمة الحياة
وهذا السعي المستمر لأن تفهم وأن تعرف ما يعني. يعني أنت استبدلت اعتبرت أن رهبة الناس دي أن هم فهموا المعنى بمعنى سر الكون والمقدس وقادرين يتعاملوا مع المقدس. أيه. أنت ما قدرتش تتعامل مع المقدس بالمشاعر المطلوبة، لكن تحولت المشاعر إلى عقل. أيه. أن أنت بالنسبة لك أن طب هو إيه المقدس؟ فبقيت تفكر في رحلة البحث عن معنى أفكار، هي دي بقى بقت متعتك. أيه هو صارت هاي القضية الأساسية بالنسبة لأن أفهم ما يحدث، وبديت أقرأ. فأقرأ كمتفرج يعني أحاول أن أفهم وأحاول أن أتعلم، وبديت بتاريخ الطبري يعني وراها بسنتين شوية، بديت يعني ورا ما خلصت الروايات الرومانسية. أول كتاب قريته بول وبرجيني مع بتاع مصطفى الفلوطي، ضليت يومين أبكي يعني عشان لأنه قصة. طب ماشي، لما أنت قريت أدب ليت أنك أنت عندك مشاعر وعندك عواطف، يعني أنك أنت قريت بكيت وعشت، لكن في حالة المقدس والمكان المفروض أن الناس بقى بتبكي فيه لدرجة اللطم وتعذيب نفسه، أنت ما قدرتش تتجاوب مع العواطف دي، لكن تجاوبت مع عواطف تانية، العواطف الرومانسية بسهولة لأن أشوف الحدث أمام عيني. أولا أتخيل أنه يقول هذا بولو فرجيني يحبها، ما أذكر التفاصيل، خشمة طويل ولا ما أعرف. ما أذكر شو الموضوع، هو لغة مقعرة، لغة بلاغية مع مصطفى الفلوطي. فقلت اللي انت الفضيلة كنت الفضيلة. الفضيلة. هو كان دايما بيكتب يعني الادب من اجل تعليم الاخلاق هو المحسنات والبديع. هو يضيف هاي الطريقة الكلاسيكية. فكنت ابكي وبعدين بديت اقرب الكتب الدينية. يعني الدين انت بالنسبة لك مش عارف تدخله من مدخل العاطفة والشعور، فرحت استعدت عنه انك انت تدخله بالمنطق والفهم. بالفهم احاول اشوف. فبقيت تجيب الكتب. جبت كان يجبني التاريخ، بديت اقرا بالتاريخ، بيقرا الطبري مثلا، كنت اقرا يقول لك حادثة الامام علي خرج عليه بالسيف، والرسول مثلا طلعوا بالخندق، موقعة الخندق، هاي قريتها 20 مرة اقراها، اصور سينما سويتها بذهني، وقد احلام كيف طلع الامام علي شال السيف ضربه على عمرو بن ود العامري، وعندي فتح حدث عظيم يعني، واللي هو قاعد ويطلع العمر بن ود العامر يقول هل من مبارز؟ فالرسول يقوم علي انا له يا رسول الله، قال له اقعد اقعد. مرتين يطلع هل لهم ابراز؟ يقول كلهم خائفين. هذا جو دراماتيك، هو اضطر يسوي يعني الجو دراما يعني باثاره هل من مبارز؟ طلع مره اجلس ليه، وكان شاب صغير امام علي متحمس، فقال اقعد يا علي. وانت تتقمص دور علي كده. فاني دور علي انه انا يعني انا كويس يعني انتم ما عندكم ثقه فيا يعني. فالرسول قال له اقعد علي. فبعدين الثالث قال له اوكي اطلع له. فاخرج علي وذاك ياتي علي. فهذه الصوره عندي خرافيه. فبعد ذلك اكتشفت الفوله طلعت هي ما في هيك حادثه، رمى عليه تراب. بعدين انا اكتشفتها وصعد اكتشفت ان مفيش البطوله اللي انت في دماغك عماه بالتراب. لو هم وانا يعني شوف الطفوله، هو طلع عمره لك 90 سنه وامام علي طلع له، يعني واحد طلع له عمره 90 سنه ويقول اذا على احدهم بالسيف قطعه الى نصف شطرين نصفين، هذا عمرو بن ود العامري. وبعدين بيقولوا ان هو نازل عنتر شداد، بيقولوا ان هو يعني في زمانه هو شال باب خيبر، هو هيك بايد واحدة يعني. هاي عد الصوره انا يعني جنة كان. على كل حال الفكره انه هاي الرهبه انه بعدين تضع بانه هنالك مقدسات، وانا احاول ان افهم ما هو هذا المقدس، ماذا. فظلت سيرت دائما مستمرة. بعد ذلك بديت أشتغل يعني صار عندي قبلت في كلية علوم فيزياء، فصرت متخصص في الفيزياء. بعد ذلك عملت بالفيزياء النووية ونفس الرغبة دائما. كان عندما اشتغلت فيزياء النووية 5 سنوات اشتغلت بالمفاعل النووي العراقي كباحث، وكنت أعمل بحوث وبالمفاعل، ويعني كنت جاد جدا ومجنون
فكنت احاول انه ايضا اكتشف حقيقه الاشياء النيوترون ما هو النيوترون، فاسوي اعمل تجارب عشان اشوف النيوترون. بديت اصل لدرجه انه ارى النيوترونات، ارى الالكترونات، اشعر بوجودها وهكذا، فحاول ان افهم. بس انت هنا حته الشعور، يعني انت في حاجات ما قدرتش تتعامل معها شعوريا، وحسيت المفروض نتعامل معها شعوريا، وانت فشلت في كده هو، فاستعدت عن كده هو بانك انت تفهمها، ومن خلال الفهم بديت تشعر. ايه يعني انت ما تقدرش تشعر بشيء لو انت مش فاهمه. لا ما اقدر، لا بدي افهمه. طب وحتى لدرجه انك انت بقيت تشعر بالنيوترونات في مجال العلوم، احاول انا اتخيلها، انك انت تتخيلها. لا اصل انت قلت كلمه واشعر بوجودها. اشعر بوجودها. بهذا واحده من التجارب لابد ادخل بها حسابات الاشعه الكونيه، كوزميك ريز. هاي الاشعه الكونيه تتاثر على نتائج التحليل، فدخلت بها عامل. واحد من الفيزيائيين قال لي شو العامل انت؟ هي أشعة تأثيرها 1 بالمليار، أنت تدخلها. قلت لا لا بدي أدخلها. المهم في الفكرة دائما. بعدين جيت الهولندا، ها بعدين اشتغلت بالكتب أيضا، بالصدفة صارت العملية. كان في أدنى حصار، في يوم من الأيام أنا سنة كم؟ سنة 91، نهاية 91. بس الاول، بس تجربتك مع الكتب دي ادت لايه يعني بالتقريب؟ يعني انك انت دخلت قريت الكتب بتاعت الضبري وكده هو والتراث ويعني صارت عندي رده. يعني بديت اقرا، يعني خلينا نحكي عشاء. لا يعني على خفيف خفيف كده. المهم فهي بديت اني اقرا السيره النبويه واقرا الاشياء. ف الفترة الدينية عندي الفترة بديت أقتنع بالدين. يقول حتى 2003 حصار. أي طبعا هو بدأ الحصار سنة 90 بعد دخول الكويت يعني. فهو القصد وين كان كنت أحكي عن لما درست الطبري والحاجات اللي الطبري صار عندي نوع ما فترة دينية أسبوعين ثلاثة، بديت أشعر بأن الإيمان ضروري. لكن ايضا ما شعرت انه شو هذا الايمان، شو يعني اصير مؤمن يعني. فضليت دايخ، ما انا ما افهم يعني اصير مؤمن ليش وكيف يعني. ايضا حاولت اصير مؤمن لكن ايضا فشلت. وبالعكس انا يا ريت كنت صرت مؤمن، كان حالي افضل بكثير هلا يعني. ايوه يعني الشخص اللي بيبقى مختلف بتبقى يعني مش شعور بالضروره مرغوب فيه يعني. ايه أنا أعتقد أغلب الناس يعني يحاول أن يندرج بالمجتمع، يحاول أن لا يسير عكس التيار. لكن في ناس يعني بالنهاية يتأقلم مع المجتمع. طب يعني أنت في الأخر احتفظت بأفكارك، يعني لما أنت قريت ولقيت يعني أن في قصص فيها مبالغات وحتى الصور الجميلة عن المعارك والملاحم اللي تخيلتها في سن المراهقة، ده كل ده شيء جميل. لكن لما جيت قريت اكتر لقيت لا، يعني انه ما كانتش البطوله بهذه الشكل بهذا الشكل وكده هو. فاكيد برايك كده هو بقى مختلف عن الناس. حاولت تعبر عنه ولا لقيت في اسكت اسكت ولا يعني ايه؟ لا الفت اول كتاب كامل. كان كتاب كامل قريت يعني سميته مناقب او شيء يعني. جيت على تاريخ الطبري وأتذكر 8 مجلدات أو 10 ما بالي يعني. مناقب الرسول. مناقب الرسول، أي قضية أطلعها. فبديت صفيت يعني أشياء مثلاً يعني الرسول في كذا، المسيح عمل كذا، بس تخصصت بالطبري. الأرض على قرن ثور، ما أعرف إيش عنده بالمقدمة مال الطبري، ما أعرف الطبري أو ذاك. فانت حطيت يعني تعتبر نقود، قراءة نقدية. قراءة نقدية بس نقدية على عمري كان 16 سنة. يعني. وشاركني واحد صديقي بها اسمه رحيم الزبيدي. فاحنا اثنين كنا على الهوى سوا. كان نفس السعي. مكتبة والدي ما كان فيها الكتب. يعني ما كان فيها الكتب اللي بها مثلا شروحات للطبرية، قضايا عن التاريخ، بس ما بيها الكتب الأمهات الكتب الدينية. فأروح المكتبة العامة
قعدنا شهرين انا وصاحبي طلعنا هالكل ذني، طلعنا شكو شغله يعني فيها ان فيها تساؤل، فيها غرابه. مثلا موقع دخول على قبيله كانت موجوده في مكان ناس نايمين وصارت غزوه عليهم. فدي تعتبر محاوله كبيره جدا للفهم، فهم الدين، انك أيه. تاخده من الاصول وتدرسه وتفهمه. اي افهمه هذا بقول انه هم هجموا عليهم لان هم كفره يعني، فاقول يعني شو يعني كفره؟ ولا كفره يعني تهجم عليهم يعني. فلماذا؟ فحاول افهم الموضوع يعني، مو بنيه انه انا ايمان او اقول ان الرسول مش عمل مش كويس، لا مجرد افهم. مش ما عندي موقف متفرج انا مش اي، بس يعني. متفرج مش مجامل ولا متحامل، ما لي علاقه، محايل، انا متفرج. ما لي علاقه، بس انا الهدف الرئيسي يعني الملاحظات اللي بتكتبها بناء على اقتناعك ممكن تبقى بالنسبه للناس بتبقى ايه ده قاسيه جدا، ايه ومتحامله جدا، ممكن بالنسبه للناس لا ده مش كفايه كمان. لا بس انا افهم مثلا ليش دول نايمين صارت غزوه عليهم، لماذا يعني؟ ربما هو عنده هدف، عنده قضيه معينه، فاروح على القضيه بتاعته افهمها. هاي شو هاي الموضوع اللي فيه جدل اخليها بالكتاب هذا مالك اللي كتبه بقلم الرصاص والدفتر سموه دفتر ابو الميتين. 200 ورقه، في كان دفاتر 30 و60 و100 و200 خلنا الكبير اللي احنا بيقولوا عليه الكشكول. كشكول اي. فهذا جبناه وبدينا نكتب انا وهذا رحيم الولد، فطلعناها كلهم. هذا امتى؟ طبعا ده ما ينفعش للنشر. لا راح حرقناه. طبعا الحرق امان طبعا. يعني بس اول مره اتحدث عنه ما حد هسه ذكرتها يعني. بعد حرقناه اعتقد لما رحت الكليه حرقناه انا. قلنا له طب انت حرقتوه ليه يعني؟ خفت حد يطلع عليه؟ اي لا كارثه. في اراء وكذاك لك. فبعدين يعني مش انك انت تحتفظ بيه تخبيه، لا ده يتحرق افضل. لا كنا احنا ب60 حاطين هذا ومع هذا طلعنا خلقين يعني. يعني كان تخيل انا بذاك العمر صارت عندنا مراهقه. كانت مثلا عندنا مجله الكواكب. اذكر الكواكب هاي فيها صوره ممثله تسهر رمسي. ايوه يعني ناخذها هاي الصوره مع الكشكول. مع الكشكول. وين في صوره؟ صوره بنت وهذا. ما وين شوفها؟ بس الصور مبذولة. بس كان ما في، كان في واحد صاحب. بس أيهم أخطر، لو هم شافوا الصور دي ولا لو شافوا اللي أنت كاتبه في الكشكول؟ اثنينهم يعني كلها يعني نخاف من كل شيء يعني. ما سرية يعني أنها صورة وثروة، ثروة عظيمة يعني. الصورة واحدة ويدعم لك، تطلع لابسة حلوة يعني، طالعة طالعة شوية هون. وتشوف تشوف الركبة. طلعت الركبه هاي. لو ضلت عن الركبه كمان كم سنتي. يا لهوي يا لهوي. لو شايف الافلام اللي على كل حال. ف المهم فهي هذا كانت صوره امراه. وين تلقاها؟ ما في. كانت عند كل واحد عنده يعني. وتتبادلوا بينكم الصور؟ لا اي مرات بس لازم ترجع لياها يعني. مره واحد عندنا حتى ما نطلع من الموضوع، ما نطلع من الموضوع. واحد مره اخذ صوره اخت وحده يحبها. اخذ صوره اخوها. قال حصلت، قلت شو تعمل بيها؟ قال احتاجها بعدين. شو امل؟ حط لها شعر. الحرمان وحش. حط لها شعر ما تحصل صوره يعني. الصوره ذاك عمله نادره يعني. يعني اللي بالمواليد ذيك ذاك الزمن يعرفون. على كل حال فالفكره انه انت المقدس هذا ظل مشهور. المشكله مع الزمن ظلت احاول انا افهم ما هو هذا. كنت استغرب دائما الناس ليش ما يسالون هاي الاسئله. وهذا ايضا ضاف عليه موضوع اخر، لماذا الناس لا تتساءل؟ يعني انت السؤال هو ايه ده تحاول تفهمه؟ ولقيت كمان في سؤال ثاني، هو هي الناس ليه مش بتحاول تفهمه؟ ايه سؤال على سؤال.
مشكلة خطيرة. فدائما أشعر بأن أنا عندي نقص في مشكلة عندي يعني. فأنا ما كنت أشعر بأن هاي قضية طبيعية. وإنسان يتساءل مثلا، كنت أعتقد أن أنا عندي خطأ، فظلت دائما متفرج لأنه أخاف أدخل على المنصة ويعني أتكلم بطريقة خاطئة وما فاهم الموضوع. طيب وبعدين ايه القضيه الثانيه؟ يعني انت بعد كده هو يعني ادي القضيه الدينيه واخدت منها موقف، يعني انت تعتبر كده اعتبرت نفسك فهمت الدين بعد ما درسته يعني فهمت انه في اشكالات كثيره وان هذا الموضوع بحيث انا من صارت ثوره المعلومات يعني كل اللي يقولوه انا كنت وصلت له بالعبر، بس انا كنت اطلب من مثلا من اسماء متحدثون عن هذه الاشياء انا عاورها من زمان وأعرفها بالتفاصيل. حلو. يعني بس أنت أخذت موقف، يعني أنت ما تقدرش تقول أنك أنت متفرج. يعني أنا أنت بعد ما درست وفهمت ولقيت الزتونة بعد كده هو أخذت موقف، قلت لا يبقى أنا لك موقف من الدين. من الدين كان صارت موقف من الماركسية والشيوعية ومن القومية من كله يعني. طب الماركسية إيه موقفك منها يعني؟ اللي أنا همشي بالسيستم مشابه يعني، على ما قرأتها بعمق في وقتها. أيضا موقف مشابه، وأشوف ناس أيضا يتحركون وعندهم حماس لبعضهم، وكان كنت مرات يعني كان عندنا مقهى يسموه مقهى الشيوعي، فكان والدي يعطينا الصحف من صغير، أنا كان عمري 14-13 سنة، فكان والدي يعطينا هاي الصحف تجي يسموها طريق الشعب، طيب الجريدة الشيوعية، فأنا أروح أركض يقول لي أعطيك 5 فلوس، هي سعرها بعشرين فلس، دينار وألف فلس، 20 فلس، فهو يقول لي روح بيعها 25، 5 لك، فرحان، فأروح أركض عليهم، بشوف ذولا قاعدين أدخل في جو حارة الدنيا، يخلون الستائر برا، والكل قاعدين يتحدثون عن كلهم ماركسيين، أحمر في أحمر. الشيوعيين مش ماركس، الشيوعيين وموضوعهم الرئيس الشيوعيين فأنت نفس القصة لما دخلت على في الضريح ده وكده، إن الناس منفعلة ومتحمسة وفي مشاعر كبيرة، نفس الشيء أنت دخلت برضو عايز إيه؟ هو إيه اللي الموضوع إيه اللي مخليكم متعالفين هيك وعندكم مشروع مشترك؟ طب لما سمعتهم فهمت هم بيقولوا ايه؟ انت في الوقت ده كنت كبير غير لا كان 14-13 سنة، فبديت اقرا فمرات اجلس بعدين ورا سنه من ابيع وانا حصل كم فلس يعني كنت فخمس فلوس اروح اشتري بها حلاوه شغلات سكريات هيك فبعدين ورا سنه بديت اقعد جنبهم واشوفهم يتحدثون فرحت قمت تقرأ فبدأت أنا أقول لهم هذا الموضوع هيك وهيك، قالوا شو ما أعرفك بهذه الأشياء، فبدأت أحاول أفهم، بعدين اكتشفت بأنه أيضا نوع من بيناتهم تآلف، فما عجب يعني ما عجبني الموضوع. طب إيه اللي ما عجبكش فيه برضه؟ مش واضح يعني. ما حسيت أنه تجمع على أشياء مش مفهومة وكلام مش مفهوم ومتحالفين على شيء غير مفهوم على يعني عمر الصغير ذاك. يعني انت على اي حال هو ده كان حكمك كنت صغير؟ ما عجبني لان التجربه الدينيه انا اشد يعني ما اشد التجربه الدينيه اصلا، كنت غير متفرج للنهايه، بس هاي جلست معاهم يعني انا ما دخلت في حوار مع رجال دين او كنت في بيئه دينيه، مجرد قالوا لي هذا اماكن دينيه وهاي زيارات وهاي طقوس واتفرج عليه واستغرب فابتعدت عنها. طيب وبعد كده القومية نفس الشيء نفس الفكرة، تعال تصير قومي وصير بعثي وهذا وجمال عبد الناصر نفس الشيء، ما يعني ما مقتنع بالموضوع، ظليت متفرج. يعني عمرك ما كنت بعثي؟ لا بس بالاسم لأنه لازم تصير بعثي. يعني كل الناس بالاسم بعثي. فأنت عمري 10 سنين بالخامس ابتدائي. خمسة ابتدائي جابوا لنا ورقة تعالوا سير بعثي، قلت لهم يعني لازم، قالوا وقعتها ما بعرف شو الموضوع لازم يعني كل العراقيين صار هيك يعني. طب انت انك انت يفرضوا عليك انك تكون بعثي،
هل ده كان انت شخص براجل دايما بتسأل أسئلة ما فرضش عليك السؤال ليه لازم نبقى بعثيين، وده من الممكن يعمل عندك رد فعل سلبي بحيث انك انت كان من الممكن تنتمي للبعثيين لو ما فرضوش عليك البعثية، ولا ما فرقتش معك؟ لا ما فرقت معي لانه بقيت هو مهمل، يعني مجرد هو اني قال وقع ثم لا اروح. بس كان عمره 11 سنه يعني، مش واستمر حتى ما رحنا الكليه هم وقعت مره ثانيه. يبدو هو بس توقع خلاص يتركوك، يعني مش شخص يعني انت ضمن يعني مرضي عليك، مرضي رضوا عليك. لكن هي القضية هو إنه مثلا قناة الماركسية والشيوعية وقناة البعثيين والقومية، لكن أيضا ما فهمت. يعني أنا شفت كلام وتعلمت أشياء كثيرة، عرفت شو معنى ماركسية، شو ما هي النظرية الماركسية المادية الجدلية، بديت أعرف يعني من قبل الكلية، لكن أيضا ما مقتنع بهذا الكلام. يعني شو ما فهمت، يعني افهم التفاصيل، يعني الان ممكن اشرح لك شو هاي في ذاك الوقت، لكن ما تفهمش ليه الناس اللي بتقدم لها المعلومات دي بتتحمس وبتنضم. ما فهم ليش يعني الموضوع اكبر ابو فكره تغيير العالم. عمرك ما فكرت انك انت فكره دي مغريه وانك انت تنضم للحزب الشيوعي وتغير العالم؟ ليش غير العالم؟ انا يعني انت كنت راضي عن العالم غير افهم تغير. اول مره افهم العالم، أنا دائما في حالة محاولة الفهم. يعني أنت حسيت إن اللي بيقدموه ده ما بيساعدكش على الفهم؟ أي عندما أفهم عندك مستعد أغير العالم، بس أنا لحد الآن ما فاهم شيء. يعني أنا دائما أحاول أن أفهم ما يجري. الآن أدعي بأن أنا بديت أفهم ما هو المقدس، ما معنى لماذا الناس يؤمن، لماذا الناس بحاجة إلى الدين، بحاجة يعني إلى أنت بحاجة إلى الشيوعية، إلى تجمع في أحزاب أو كتب. أو يعني حتى نادي كرة قدم. تمام، يعني أنت برضو فكرة التجربة الدينية الحزبية أو يعني الوطنية القومية الشيوعية كلها أنت بتحاول أنك أنت تفهم وما كنتش قادر تفهم. لا. بس استمر حتى أنت لو دخلت كلية بتقول عملية وكده، لأن الهاجس محاولة الفهم حتى لو تركت الموضوع لكن هو في دماغك. إيه أصبح الفهم هو مشروعي. حلو، وإيه وصلت لإيه دلوقتي؟ لأنك أنت رجعت تتساءل عن المقدس إذا كان ديني أو غير ديني، وبتقول بديت أفهم، بديت تفهم إيه دلوقتي؟ أنا بديت أشعر بأنه المقدس هناك مقدسات مختلفة، يعني مش شرط المقدس لا يوجد فقط في الدين، في أي نظام أي نظام علاقات أو مجموعة علاقة يعني مجموعة من البشر ينتمون إلى قضية معينة. وأنا أعتقد الإنسان باعتباره كائن اجتماعي، ولا يوجد انسان يعيش بدون ما يكون الى يعني انسان جماعه، يولد ضمن جماعه. وانا دائما اقول الانسان في الرحم يعيش على مشيمه الام، عندما يخرج خارج الرحم يعيش على مشيمه الجماعه، المشيمه الافتراضيه للجماعه. تعبير حلو ده. فالمشيمه المجتمع الجماعه البشريه هذه المشيمة البديلة، المشيمة اللي تستمر معها إلى آخر يوم في حياته. فيجب أن يرضع من مشيمة الجماعة أو الثقافية، يرضع منهم اللغة، العادات، التقاليد. فمثلي أنا ولدت بهذا الجو وحاولت أن أفهم، لكن أنا كنت يبدو شخص نافر على القطيع، أو يبدو عندي جينات مش ضابطة مع في غلط يعني. طب يمكن لطفل قبل أن يكتمل أنه يعيش بدون المشيمة؟ لا. طب أنت دلوقتي كنت خارج عن القطيع أو يعني ما كنت غير منتمي؟ إيه؟ وكنت عايش. عايش بس كنت يعني معنى كده أنك برضو متروك. متروك. آه. يعني مش مهم، يعني الشخص متفرج مش مهم، يعني ما أدخل في خلافات مع أحد. يعني عمرك ما تحمست القضية ودخلت مع ناس وأنا غير أنا دائما متفرج. ما أدخل في قضايا معقدة، اروح المدرسه اروح المدرسه كذا، بس انا ارجع البيت عندي عالم خاص، مكان يعني حتى ما كان عندي غرفه خاصه، يعني انام باي مكان. يعني موجود. يعني موجود لكن مش مؤثر، يعني اذا حضر كما يقال لا يفتقد، اذا حضر كما يقال اذا غاب لا يفتقد، واذا حضر لا راحت البال. لا لكن المعنى واضح يعني. فدائما انا متفرج،
الكل يلعب انت الوحيد اللي ما تلعب. او انت حتى في الرياضه ما كنتش ما له علاقه. فاشل يعني. يعني عمرك ما اختلفت مع شخص حوالين فكره وشديت معاه؟ لا على طول. لانه هو عندما هو دا يقول شيء انا احاول افهم ليش فهو يعني يقول لك انت ليش تفهم ما في داعي تفهم يعني. حس بالموضوع يا اخي. حس يا اخي انا يا اخي ما احس انا بدي احس ما طيب يعني معنى كده انك انت بتقول ان الناس الطبيعيه ملناش دعوه احنا بيهم او ملناش دعوه بيك خلينا في الناس الطبيعيه محتاجين دايما جماعه والجماعه دي لازم تخلق مقدس ويلتفوا حواليه. دي بدايه محاوله انك انت بتقول دلوقتي انا بديت افهم لان ده المقدس ده يعني او اللي بيربط بين الجماعه هو المشيمه. الشخص ما يقدرش يعيش بعد ما بعد ما خرج من بطن امه فبقى المشيمه الاجتماعيه اللي هي دي مصدر حياته بدونها ما يعيشش يرفض. فهو يبقى دايما هو بيسعى الى رضاء الناس او التمثل بيهم او ادعاء ان هو فاهم احيانا وبيمارس نفس الاشياء بدون نظره نقديه ومش بالضروره يفهم. هو لا هو مكون حتى ينخرط ضمن الجماعه ويتبع القطيع ولا يشد عن قضيه لانه ثمنها باهظ جدا. انا كان الثمن مش باهظ بالنسبه لي يعني ولكن انك انت غير مؤثر موجود زيك مش موجود. والعائلة ما ضغطت عليه. ما ده ثمن ده ثمن برضو يعني. اي ثمن. فبقيت منعزل دائما بس عندما اجي اتواجد يعني موجود. لا بس كويس ان هو ممكن حالة زي كده عند واحد تخليه يفقد الثقة في نفسه في المبادرة يعني برضو ممكن كانت تبقى لها النتائج صعبة. اي لا بس يعني راض مرتاح لانه كان دائما عندي هاي محاولة الفهم تعوضني. فأنا دائما تجدني ممكن أنخلط مع الناس ممكن أشتغل ممكن أعمل بشكل مش طبيعي لكن عندما أكون لوحدي في البيت ممكن أبقى 10 سنين قاعد في مكان واحد وأدي كتب كافي. أدي كتب وأكتب وهذا كافي بالنسبة لي. طيب. يعني لا أشكو من أي شيء. طيب الناس دلوقتي إحنا دلوقتي عايشين في مجتمعات فالناس عايشة في مجتمعات المقدس مهم لأنه بيوحد الجماعة دي فبيعمل بيخلي كل عضو حاسس كده انه مش لوحده والانسان كائن حيوان اجتماعي. طب ما ده كل ده شيء كويس. ايه اعتراضك؟ طب ما نكمل كده. انا مش معترض. انا مش معترض. طب ماشي. ما لا انت جاوب. يعني هو بكل الاحوال وصلت الى قناعه بانه مهما يفعلون تفعل الناس هو في كل الاحوال في اعتراضات. فانا احاول ان افهم شو اللي يصير وحاول أنا بعد ذلك بديت أحاول أن أقدم للناس الشيء اللي افتهمته وبعد ذلك هم يختارون لأنه في كل أحوال هو في الحياة بأكل عبارة عن أخطاء متراكمة وإحنا نتيجة الأخطاء المتراكمة والحركات المصيبة. يعني حياتي مقامرة. إنسان غامر بداية حياته مجموعات بشرية غامرت وراهنت على الدين راهنت على فكرة فوصلنا إلى الآن وجود مثلاً أديان مثل الإسلام المسيحية البوذية هاي الأشياء التي نجحت أو التوجهات التي نجحت وليس الأشياء الأفكار التي نجحت اللي أثبتت نجاح بغض النظر عن رأينا بها. لا ما يهمني رأيك يعني إحنا أكيد وجودها دلوقتي شوف هي اللي ليها نجحت في امتحان البقاء. أيوة نجحت في امتحان البقاء لكن مو القيمة مش امتحان القيمة. أيوة حلو ما هو ده بس السؤال تمام. هي نجحت في البقاء وهي موجودة دلوقتي بل في منها اللي بيسعى انه يهيمن كمان ويعيد الى سلطان الماضي اللي كان ليه مثلا زمان. تمام. طب انت دلوقتي ليك موقف انك انت وماله مع الناس محتاجة دين ومرتاحين للدين خليهم في الدين. وقالت الصناديق للدين نعم. نعم. فانت مش معترض. لا معترض. طلعت بقالك رأي اهو. بقالك رأي. ليه معترض يا سيدي؟ انا مع الناس مش هتعيش من غير دين. بأدب. ايوه لا كلنا مؤدبين انت عارف. هيك عم انا معترض بس هيك ايوه. يعني هسه مثلا النايم يقول عن باقر الصدر محمد باقر الصدر فكانت ظهرت حزب الدعوه بالعراق نهايه السبعينات وصار صراع مع صدام فباقر الصدر موجود وكانوا ذبحوا فلسفته كتاب
هذا عبقري الإسلام والذي هو اكتشف اقتصادنا وفلسفتنا. فقرأته فلسفتنا ده شامل دين ودنيا. اي هذا هو مبدأ ما تقول هناك فلسفة غربية. احنا نعمل فلسفتنا على فلسفتنا بتاعتنا يعني. فالكل يمدح بهذا الكتاب وكتاب سري طبعا يعني. وسري ليه؟ ايام صدام ما كانش ايام صدام يعني يعتبر هذا الحزب الدعوة فسري جدا. قرأت الكتاب تحفل. لا عذرا للكلمة لا مو لا حتى لا الكلمة يعني ما له قيمة بس هو أيوة يعني تافه. واللي اكتشفته هو قال لك هو شو قال هو قال لي بص يا قلت لي دونكي. أيوة طب قلت لك يعني ما شتمتكش كان شكلها بتقولها هي زعلانة واخد بالك. قال له بس هي قالت لك يا دونكي. لا لا هو قال له هي بس دونكي يعني حمار بس هي ما قالتلكش يا حمار. دونكي لا دونكي لا لا بس لا لا ما اقصد تافه يعني لا اقصد يعني القيمه المعرفيه لا تافه محدود تافه ما تقعد لا لا هاي كلمه مؤدبه يعني القيمه المعرفيه لا تافه ليست بالقيمه المعرفيه الكبيره او يعني من الممكن عشان بص شوف انا ساعدك انا في الحاجه دي انه تافه بالمقارنه بما صوروه ليك من عظمه ايه لكن هو ممكن يكون عظيم بس مش بهذا الشكل يبقى تافه. واكتشفت شيء اخر اكتشفت نسبيا انت بتعرف ايوه انا بقول لك هو تافه بالمقارنه بما قدموه على انه شيء استثنائي ايه بس اكتشفت حقيقه ما حد قاري الكتاب يعني هاي مفارقة عظيم وياريت أحصل هاي كتاب وراي تحصله. طب انت عرفت ازاي انك انت سألت برضو نغشتهم كده هو طب هو بيقول ايه في القضية الفلانية هو جايب النظرية الماركسية ماركس ورأس المال وهاي مشتغل عليها ويعني نفس عارض رأس المال وكاتب ملاحظات ديننا يقول كذا ديننا أشياء من قبل ومدخل مفاهيم جديدة هيك شيء يعني اصدار اسلامي قبل حدود 37 سنة بس انا بقول لك يعني هو اصدار اسلامي الماركس هو النسخة الشيوعية الماركسية المادية الجدلية مسويها ماركس يعني هو قراءة هو مجرد يقرأ ويكتب تعليقات هاي بس هو محاول يسوي شيء يعني يعمل اشياء مثلا بس يشكر على المجهود جامعة سوى وقالك فلسفة لكن العالم الغربي مندهش لحد الآن هذا الكتاب مندهش منبهر أنا إحنا لسه كنا في السود من شوية جبنا بيرة أنا لاحظت الاندهاش. شفت الست هي بتدي لك الباقي الفكة ما كانتش مندهشة ليه ما زال الغرب مندهش بحلقت يعني مش غيرك انت اللي مش قادر تندهش هي نظره ماديه كانت ديالكتيكيه اسلامويه على كل فالفكره المقدسه افتهمت بان الناس مو بضروره بالنسبه لها تفهم هي الحقيقه اللي انا وصلت لها انه مثلا اني او انت ايضا عندك هاي الميزه تحاول ان تفهم تحاول أن تشوف هذا القضية ليش موجودة هل هذا له قيمة أو لا عندك معاييرك الخاصة أنا معاييري تختلف معاييري كمتفرج أنه ما عندي معايير يعني ما عندي معايير أو ما عندي قيم خاصة أسقطها على اللعبة هو العالم حياتي عبارة عن لعبة أفكار بها بشر بها مشاعر بها حاسيس بها آلات بس هل من الممكن تبقى نعرف نلعب في شيء بدون قواعد يعني أنا دلوقتي عشان تقول لي تعالى نلعب أوكي هنلعب إيه هتقول لي هنلعب دومينو إيه الـ إيه الـ إيه القواعد إيه؟ لأن غير كده هو مش طب هنعمل إيه هذه الفكرة هاي صحيحة لا مثلا يعني ما نبقاش إحنا في الفراغ بدون معايير طب ما هل دي محاولة للفهم؟ لا يمكن نفهم أي شيء لو ما عندناش منطلقات نطلع منها. لابد وجود منطلقات لكن حتى تفهم لابد بس هاي منطلقات مو تتحول إلى عقبة. لأن أنا مثلا عندما أريد أن أفهم العالم كيف أفهمه؟ أضع معايير. لكن هاي المعايير من أين أتتني؟ كيف توجدت لدي؟ لازم عندك يصير فهم الفهم.
هاي ما موجودة عندنا، احنا ما واصلها. طب يعني هو فهم الفهم هو ولا انك انت تحط فرضيات وبعد كده هو وانت في مسار البحث تبدأ تستبعد او تستمر مع فرضية لانها بتثبت انها صح. صح. الاسم مثلا مفهوم العقل فرض. مفهوم العقل او الدولة. العقل، خلينا على العقل. العقل هو الريزن بالانجليزي. احنا تجي علينا بالعقل عندما نستعمل مفهوم العقل هو معناته عقل الناقد. عندما تجي تفحص الموضوع اكثر تجد ان ما نقصده بالعقل بالنص الاسلامي والمسيحي ايضا ربما، لا المسيحي شوي عقل الاسلامي، تجد انه العقل والعاقل هو الشخص الذي غير المجنون لا اكثر، الذي يجيد اتباع التعاليم والذي يجيد يعني يعرف عندما اقول يجب ان تصلي الفرائض، يعرف احكام الدين، هذا هو العاقل. يعني ما زال ان احنا كلمه العقل عندنا ما تجاوزناش معناها الاولاني البدائي اللي هو عقل البعير يعني ضبطه. فاحنا دلوقتي يعني ايه عاقل؟ يعني مضبوط بالقواعد، بس بيت القواعد الالهيه يعني برضو المربوط، يعني حواسه تعمل بشكل جيد. حواسه اي بس من منطلق حواسه تعمل بس من بنفس ربطه بدون حريه، كانوا يتعامل على ان هو مضبوط مش حر. اي مش حر، لانه حتى مفهوم الاخلاق عندنا ايضا والاداب ما له علاقه بالحريه، لانه مفهوم يسقط على الاخر من الاعلى. هنالك قاعده فقهيه، قاعده الهيه، قاعده ايمانيه، قواعد دينيه، احكام دينيه او اسطوره دينيه تنطلق من لكي تفهم. فهم الانسان يعني مثل هذا خالي عندما يقول لي هنالك رهبه، هو بالحقيقة يعني هاي القاعدة الذهنية في رأسه موجودة ومؤمن بها، لأنه هو بعد ذلك سلم بها، لكنه بالحقيقة ما فاهمها، هو مش فاهمها، هو مؤمن بها وإيمانه بها خلى عنده رهبة. أنت ما تقدرش تؤمن بها لو ما فهمتهاش، ولأنك مش مؤمن بها لأنك ما فهمتهاش ما جات لكش الرهبة دي، ما في رهبة. ولما حاولت تفهمها سقطت كلها، جاد النيلة باظت. هو قال له روح انت مش نافع، انت مش نافع يعني انت ميؤوس منك. فالفكره هو هذا. بس الشيء اللي يفوتنا انه مثلا انا وانت عندما نحاول ان نفهم، انت عندك معايير انا عندي معايير، انا المعايير اللي على اساسها افهم مثلا في كثار يعني استدلال واستنباط وما الى ذلك، لكن هاي المعايير ما موجوده عند هذا الخال او المؤمن او الانسان اللي عنده مؤدلج بشكل ما، لانه احنا فكنت دائما احاول انه اخلي الناس تفهم، قلنا هاي الموضوع هو هذا الشرح. بعد ذلك يعني متاخرا فهمت انه الاغلبيه العظمى من الناس ما بدها تفهم، مش مشروع يعني هذا الشيء اللي انا مشغول به. الناس مش قضيه يعني في واحد تاجر مثلا في السوق، انا اشتغلت في السوق تجاره، فشوف الكل يكذب بشكل طبيعي، كله ايه؟ كله يكذب بشكل طبيعي، عنده زبون بده يكذب عليه، حلوه وهاي البضاعه حلوه وهكذا، وهذا يفوتك وهذا كويس وهذا، كله كذب طبيعي. ويروح البيت عادي ما يشعر انه كان كذب. المؤمن كذلك. المؤمن هو تاجر، تاجر علاقات. تاجر يبيع يعني يسوق احكام واعراف وتقاليد راسخه بين الجماعه، يعني مش بيخضع سلوكه لمقاييس الصدق والكذب، اللي هو ممكن يكون في موضوع تاني بيمتدح الصدق، لكن عند لما بيجي يتكلم عن التجاره بتاعته او بيتكلم بالنسبه لمعايير الصدق ده كلنا يعني حتى بعيد الدين، ولكن حتى داخل الدين في طبعا قيمه كبيره للصدق، لكن هو لما بيجي بيتكلم عن الدين بشكل غير واعي هو بيكذب، بس مش شاعر ان هو في تعارض مع المعايير اللي المفروض يلتزم بيها، لانه هو منطلقاته غير منطلقاتي ومنطلقاتك. احنا باعتبارنا محسوب على التنويرين، وانا ايضا عندي اعتراضات على التنوير راح اطلعها في فتره، ولكن باعتبارنا تنوير نريد ان نفهم، لهذا السبب انا اشوفك مرات تنفعل او انا مرات انفعل
على شيء انه واحد ما يفهم يا اخي ليش ما تفهمته. بس احنا بالحقيقه نطالبه بشيء غير موجود عنده. انت تطالب هذا الشخص ما موجود عنده ومش همه. مش هو همه ان يكون ضمن الخطيئة ضمن الجماعه. حلو، بس هو بيدعي غير ذلك، وهو ده ممكن اللي بيخدعك. هو يعني هو بيقول لك تعالى كلمني بالعقل، لكن هو في الاخر هو عايز يثبت لك وجهه نظره المؤمن بيها، يعني اللي حاسس بيها، اللي ما يثبت ويجي يخليك داخل قطيع. بس هو بيوهمك ان هو مهتم وعايز يعرفه بالعقل، تعالى اثبت بالقطيع، يريد يبقى يثبت بانه عضو فاعل بالقطيع وملتزم. لهذا شوف يعني انت لما تيجي تنبش معاه شويه تلاقي وراه ان هو مش مهتم فعلا لا بمنطق ولا بعقل، وممكن يستخدم المنطق بيدعي والعقل وكله اخر حلاوه. لكن هو بالحقيقه هدفه ان يكون عضو فاعل من القطيع الديني او القطيع الجماعه او القطيع البشري، ولابد ان يكون عضو فاعل. فهو عندما انا شوف بالتعليقات بقناتي او انت ايضا تشوف كثيرين، شوف واحد رأسا يهاجمك إذا قلت مثلا ناقشت موضوع مثلا الله، من هو الله، ما هو الله، قضية دينية، قضية فلسفية. واحد بعض الأحيان أتحدث عن العلمانية مثلا، أحاول أفهم ما هي العلمانية، البعض لا يقول لا هي هيك، واحد يقول لا الله أنت عدو الله. ليش عدو الله؟ أوكي، هو شنو الفكرة؟ أنا مش عدو الله، قلت عدو القطيع الديني، لأن الله هو رمز الجماعة، هو الرمز الروحي المعنوي للجماعة. فهو يعتبر نفسه هو هناك مجموعة من البشر مؤمنين بهذا الإله، كل فنقل الإله سين، هذول مؤمنين بهذه القضية، فهم يحاولون جميعا أن يثبتون ولاءهم للجماعة. فالإيمان بالله أو الإيمان بالجماعة، المفردة الأخرى للجماعة، الإيمان هو اللي دائما يحاول يأكد هذا مشروعه بالحياة، يأكد أنه عضو فاعل في الجماعة، وهو يجب أن يكافئ على هذا الشيء. وحتى يكافئ يجب أن يعترض على أي صوت فيه نوع من التمرد أو الانتهاك أو الكفر، تسميات مختلفة. فأنا مثلا عندما ينظر إلي أو إليك عندما يسمعنا، هو يدرك بأن هذا الشخص يهدد القطيع، هذا عضو مهدد القطيع، هو يمارسه بشكل طبيعي، يعني مثل التاجر بالسوق، لأن يعني هو هدفه أن يكون جندي نافع، جندي مخلص. طب انت عارف، عشان كده في سؤال منطقي تقول ان هو احنا الله، لو في قضية الله مثلا، الله هو اللي خلقنا وهو اللي حمينا واحنا بنصلي له وبندعوه وهو قادر على كل شيء وبيرفع من يشاء ويذل من يشاء الى اخره. فلما بيجي انت واحد بيهاجم الله، راح هو بيغضب عليك وده عايز يقتلك، فانت لما تطرح عليه السؤال هو مين اللي بيدافع عن مين، هل انت اللي بتدافع عن الله ولا الله اللي بيدافع عنك؟ المفروض نظريا يعني منطقيا عقليا هو اللي بيدافع عنه. طب انت بتدافع ليه عنه؟ هو ما عندوش جواب، بس هو ما يقدرش ما يدافعش عنه. عن الله قصدك؟ عن الله. اللي انت بتقوله ده بيشرح كده، هو ان هو في الاخر هو بيدافع عن وجوده. وان القضيه العقليه مش هتوقفه يعني. وفعلا عندما المؤمن يقول الله هو الرازق، هو الذي يحميني، هو الذي انا بلا قيمه لي بدون هذا الله، وكلامه صحيح، كلامه صحيح. هو ان انا لا قيمه لي بدون الله، ده كلامه صح. صح، لان معنى وجوده مرتبط بالتوتم ولا بالمقدس اللي هو ده. بالقطيع. تمام، قطيع الديني. والله هو رمز القطيع او رمز المعنوي، قطيع البشري او الجماعه البشريه المحدده، يعني في مكان وزمان محدد. فهو عندما يقول لك الله هو اللي يرزق، لان بعيد عن الجماعه ما فيش رزق، ما فيش رزق، هو الذي يحمي. فهو عندما يكون رزاق الوهاب، طبعا انت تضم جماعه، من اين تاتيك الرزق؟ يعني هو بيعبده طوطم القبيله. اي، هو هاي الفكره. لكن الفكره الناس نسيت، نسيت القضيه، انخرطوا مع الواقع، وهمهم الوحيد يكون ان يستمرون بالتضامن فيما بينهم، ومحاولة مراقبة أي شخص يخرج على الخطيئة. المشكلة إحنا مجتمعات كبيرة الآن صارت، هؤلاء يحاولون أن يحافظون على جماعة الجماعة. فعندما يقول لك التعدو الله، هو يقصد التعدو جماعة، هو صحيح كلامه، يعني هو محق من زاوية اللي هو ينظر بها. لهذا السبب يجب أن نفهم شخصية المؤمن، ونفهم مش شخصية المؤمن، شخصية أي شخص
في جماعه مثلا على اي ايديولوجيا برشلونه ارشاق برشلونه واياك تتحدث عن برشلونه يروح يطلع لك برشلونه بيوم كذا قالوا كذا ويدافع لك عن الحكم ويناصر الحكم يقول لك هذا حكم كلب ابن كلب هذا حكم مدسوس هاي بس الشخص اللي مثلا في الرياضه خارج موضوع الرياضه هو منسجم تماما مع المجتمع مع نفس الاشخاص اللي من الممكن يكون مختلف معهم حوالين فريق الكوره وبيتعاونوا مع بعض وكده يعني لكن في موضوع الدين موضوع الدين شمولي يعني بيشمل كل مجالات الحياه وهم عشان كده هو هتلاقي انه مش بتوع برشلونه هيقول لك تعالى نعمل مدينه ونطبق عليها شريعه ونسميها مثلا مدينه الاله البرشلوني لكن لما يكون مثلا جماعه مثلا زي مثلا في الغرب نايو جماعه مسلمين او يعني مسيحيين يروح يتجمعوا او يعني خلينا في المسلمين هي دي الظاهره دلوقتي يروح يتجمعوا مثلا في مكان زمان كان الجيتو كانت كلمه سلبيه لان المجتمع بيرفض مجموعه من الناس مثلا زي اليهود يروح يبعدهم يقول لك عشان احميكم لكن الواقع برضو عشان ايه يهيمن عليهم ويسيطر عليهم فالجيتو ده كان زمان كان لا ارادي وكان رمز لاحتقار او عنصريه الغالبيه على العنصريه انت بتلاقي هنا هو العالم مفتوح ومع ذلك هم يروحوا يعملوا الجيتو بتاعهم وعايزين يطبقوا شرائحهم وعايزين يعملوا عداوه بين الجيتو بتاعهم ضد الاخرين فهنا هو ما نقدرش نحط الاثنين جنب بعض برشلونه مع الدين وبعد كده لما يكون الدين عايز يتحكم يخليك جماعة تكره كل من هم خارج الجماعة عشان تزداد اللحمة بين أفراد الجماعة صح. وبالخطر المشترك اللي هو جاي منين جاي من الكل صح طيب وبعد كده عايزين تشريعات التشريعات دي بقى مش جاية من باب المصلحة والمنفعة والتعامل مع الواقع دي تشريعات قديمة عايزين نفرضها على عالم تغير لم تعد فيه معقولة لا طيب ما هنا اصبح في خطر في خطر فاحنا ما نقدرش نبقى يعني بين قوسين يعني نبقى متفرجين او نقول خلاص يعني كل واحد حر في الدين وهم ما يقدروش يعيشوا غير كده لان في الاخر دول هيطلعوا ارهابيين ايه بس هو الدين يعني هو هذا موجود بس انت تقول كيف تتعرض الانتماء الى جماعه كرويه مثلا او نادي او مشجعين او رابطه مشجعين او رابطه دينيه هو ما الفرق الجوهري لا حجم اكبر لانه الديني مثل ما قلت شمولي بقى كل حاجه شمولي يعني يدخل في كل التلافيف انا عندي محاضره اسميها انه الدين حسب وجهه نظري علماء الاجتماع يقولون الدين هو ظاهره اجتماعيه انا اقول لا المجتمع الجماعه ظاهره دينيه الجماعه ظاهره دينيه يعني الدين هو الكل والجماعة هي ظاهرة من ظواهر الدين الدين هو يعني من أول ما بدأ الإنسان العاقل وقبل الأديان الإبراهيمية طبعا وكل حاجة أنت تعتبر اللي هو اللي ساعد على استمرار البشر أو تكوين جماعة تبقى ملتحمة مع بعض تبقى قادرة على البقاء اللحمة بتاعتهم كان الدين هو الدين هو اللي يشكل جماعة لأن أي اثنين يلتقون أو ثلاثة في رأيي هو هاي احنا مسيرة متفرج أنا شغلتي أفهم لأن أنا متفرج فدائما احاول ان افهم وصلت الى هاي القناعه بانه الدين ليس جزء من الجماعه ليس مثل مثلا العماره مثل ما عناصر الحضاره يقول لك مثلا العماره الفن الموسيقى وهكذا الاداب الاخلاق لا الدين هو المكون الشامل لهذا السبب الدين يتعارض مع الحضاره لانه هو نسخ شامل هذا سر يعني الدين مع الدوله ايضا يتعارض الدولة الحديثة لأن معنى كده أن الدين له دولته وله نسقه الموجود اللي هو راجع بالضرورة ابن المرحلة اللي ظهر فيها ليش رجع؟ لماذا رجع؟ لأن هو ابن ظهر تقنينه وتشريعه أو كتابته في الزمن كان غير الزمن هو ما بده يغير هو يكره التغيير الدين والإنسان عموما يكره التغيير فيجي الدين يلبي حاجته عدم التغيير يبقى ثابت على المكان وما يتحرك بعدما تجي على الدولة يقول لك فصل الدين عن الدولة كذب ما فيه وأصلا الدين ما ينفصل عن الدولة هذا وهم يعني العلمانية وهم لا أنا ماذا أتحدث عن العلمانية لا ما أنا بقول كده أنا عشان الدين في ناس بتسمعنا الدين هو الدولة تمام أو الدولة لا الدولة هي تابعة للدين تمام وليست يعني شيء منفصل عن الدين يعني
الدين والدولة، فصل الدين عن الدولة. أنا فاهم إن هنا بتتكلم على الدين بمفهوم مختلف لما إحنا بنقول فصل الدين عن الدولة في العلمانية، بس أنا حابب إن أنا أسألك إن ممكن واحد يقول أنت بتقول إن ما فيش جماعة أو دولة من غير دين. طب والدعوة المعروفة للعلمانية هي فصل الدين عن الدولة، عن الدولة مش عن المجتمع. إشكال 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 غربي هذا. تمام. مش إشكال شرقي. إحنا ما زلنا جماعات. لأن ما تشكل المجتمع في المجتمع في العالم الغربي ظهرت تضح بأنه الدين والدولة متحد، فقالوا لا نفصل الدين عن الدولة. الدين والهدف شنو؟ الهدف تحييد الدين وجعله جعله إلى حجم الصغير، يعني إلى حجم الخاص. لكن الدين حتى إذا بقى بحجم الخاص يبقى طماع، ما يقدر يعني يريد يكوش على كل حاجة. يعني ممكن يقبل بالتقوقع كاستراتيجية مرحلة إلا أن تحين الفرصة إيه؟ فيعود للهيمنة. مش الدين كمفهوم فقط، أنه كان نزوع إنساني للتوحد في جماعة. طب ما الناس عندها التوحد مع بفكرة الوطنية بأفكار تانية المصلحة المشتركة. ليش صار أفكار بديلة؟ لأنه المجتمع أصبح متنوع والعالم الرأسمالي يحتاج تنوع. لا يقوم العالم الرأسمالي بدون تنوع، لأنه كيف تتحدث كيف يعني التخصصات مختلفة وكثيرة جدا، لا يمكن أن، لأن المجتمع الديني مجتمع ضيق وبسيط، بداية شبه بداية يعني شوية أعلى من البداية، فحدودها واضحة معروفة. يعني هو مجموعة من الكهنة يحكمون والكل هي حظيرة وفيها أتباع حظيرة، ودول رعية وراعي ورعية. الرعية هي حيوانات يعني. أيوة قطيع حتى بسرعة. هي رعية بس. لا حتى بيقول لك الراعي زي ما أنت قلت كلمة راعي. أبرشية أبرشية فلان راعي الراعي. الراعي الكنيسة. حتى المسيحية نفس الشيء. وحتى المسيح نفسه هو راعي الخراف. راعي الخراف الضالة. لا هو كمان ده بالعكس، ده هو كمان راح يجي يميز ما بين الخراف والجداء. لأنه هو راعي الخراف، الجداء دولة المتمردين اللي هم زيك. شو ما اصل الجدي ما ينفعش، مش محتاج ما بيطلع لوحده، مش محتاج راعي، هو ياكل كل متفرد. صح اي جدي بس هو يرجع يرجع حتى يعني حتى كلمه الهرطقه احنا كنا بنتكلم الريزي الغريب الفريد الراعي المنفرد. يبقى احنا كجماعه خراف لينا القواعد بتاعتنا والعقائد بتاعتنا وقوانين الايمان بتاعتنا والطقس بتاعنا. تطلع انت براي مختلف في امر عقائدي تفسيري في اي حاجه عن المجموعه دي بقيت مهرطق. والغريب ان كان عند اليونان في فتره من الفترات كلمه مهرطق دي ممكن كانت تتاخد على سبيل المدح ان انا مختلف. نعم. لكن لما بقيت في اللغه الدينيه خارج عن القضيع بقيت مذمومه. طب انت اتكلمت على ناحيه الغرب، والغرب المجتمع تطور، وسائل الانتاج، المجتمع اصبح معقد، فكان شيء طبيعي ان هو يفصل الكنيسه لان هي تحمل قيم، القيم دي انت قلت اعلى شويه من الانسان البدائي، فصارت لا يمكن ان هي تستمر. حلو. الحاله الشرقيه بقى ايه؟ هو ساوى حتى وضح لك، يقال انه صار انه فصل الدين عن الدوله وبقرار. انا بالحقيقه في رايي انه حدثت بشكل طبيعي، المجتمع الغربي تطور بحيث انه صارت الدوله الحديثه هي القانون الذي لا الدين هو الوحدة انحسر. صحيح كانت مقاومه هنالك قويه لكن انحسر بضغط الواقع. واقع التحديث، عمليات التحديث المستمره المتواصله، اصبح الدين ما يحتاج، الناس ما تحتاج الدين. طب هل الواقع اللي تغير ليه علاقه، قبل ما نروح للشرقي، هل ليه علاقه بحاله الرفاهيه؟ بمعنى ان في مجتمع العوز والفقر والجهل هيمنة الدين عليه أمر طبيعي جدا، والناس ما تحسش بغربة بين حياتها وواقعها وبين المفاهيم الدينية اللي هي احنا قلنا بدائية، واحنا عقليتنا بدائية ما بين الجهل وما بين الفقر والكلام. فمعنى كده ان حتى أوروبا لو دخلت فيه، او يعني اي مجتمع لو دخل في مراحل انكسار وتراجع على المستوى الرفاهية اللي هو يعني من ناحية الاقتصادية والتعليم والكلام ده كله، هيرجع الدين اللي هو تقوقع استراتيجيا
بحكم المتغيرات وانه ما يقدرش يلعب اكتر من كده يرجع يهيمن وتعود القرون الوسطى مره تانية. ما يقدر الصراحه، صعب، راحت عليه الدين انتهى، حتى ما هو الموجود مش دين هذا. لا ما دين بعدين راد لبحث ماشي بس لا بس ده دين متكيف مع الواقع الغربي، لو الواقع الغربي تغير الدين هيتكيف مره ثانيه ويعود للهيمنه. ما انت لسه بتقول ان هو بطبيعته عايز يرجع يسوي، لكن ما ينجح لانه الان الدين حتى دائما يقال الدين هو سبب الفقر والجهل، بالحقيقه هو بالعكس، هو النتاج، هو المجتمعات القديمه مجتمعات دائما في حاله خط، تعيش في حاله خطر، وهذا الشكل فيما بينها تعاون، ودائما هناك فقر، هناك عوز، هناك مرض، عوز هناك مرض، هناك أشياء كثيرة. فالدين ظهر فيما بينهم، وحد فيما بينهم بناء على هذا المعطيات، على هذا الواقع المؤلم. فبالتالي الدين وتعاليمه وأحكامه ونصوصه ومقدساته وحتى أخلاق الوضيعة اللي مش أخلاق يعني آداب، آداب يعني، وحتى القيم ما عند الدين، ما خالي من القيم، لا أخلاق عنده ولا قيم الدين. تمام، انا مش عايز اروح الى مفهوم القيم ومفهوم الاخلاق، هذا موضوع ثاني. بس القصد انه الدين حتى كلمه الدين هم مش كثيره، المهم بدي اصفرها كلها يعني. المهم فالدين جرى او نشا او ظهر بفعل وجود واقع خطير وخطر، فقر، مرض، جوع، وضع مزري، هجمات من آخرين، ما تعرف أي راح تطلع بشوية بعيد عن جماعتك تقتل أو تسلب وتسرق ملابسك. فالدين هو ظهر، فإذا هو هذا الدين الموجود لا يتناسب مع واقعنا، واقعنا تغير. فهو يعني الناس تقول هو الدين سبب الفقر والجهل، فبالتالي الدين الآن حتى يستمر يجب أن ينشر، يعني يحتاج الفقر، يحتاج الجهل، يحتاج الغباء. الغباء ضروري جدا للدين، ماشي، من جوهر الدين هو الغباء. يعني انت في بتقول في مقوله بتقول ان الدين هو اللي بيعمل الجهل والفقر وال ده هو يعتاش يعني هو هو نتيجه، هقول لك نتيجه تمام، لكن انت بتقول ان هو نتيجه الحاجات دي وجد الدين، ايه ظهر كحل حلو. والدين ما هو برضو ده يرجعنا للنقطة الأولى إن هي مش غلط اللي أنت اعترضت عليها، إن الدين بي 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 بيخلق جهل فالعملية دائرية، الجهل والمرض الآن. لا على مدار التاريخ دائرية طبعا، يعني الجهل ونقول والفقر والمرض وحاجة الإنسان وخوفه ورعبه دول ينتجوا دين، والدين يزودهم وهم يرجعوا يزودوا الدين، فهو الاثنين بيتغذوا على بعض. فيدباك. تمام. هي ها. نعم. بالنسبة للشرق. الشرق ما زال يعني ما زال هاي الظواهر موجودة. ومستمر الدين لهذا السبب. ما حد. طب هل ممكن كسر الفكرة يعني؟ هل العلمانية من الممكن هي تكسر في الشرق هذا التوحد بين الدين والدولة؟ والعلمانية احنا صيغة متقدمة علينا كثير حاليا. انا ارى هاي الشغلة متقدمة، يعني العلمانية هي نتيجة للعمليات الحداثة والتحديث، بدأت بالقرن الخامس عشر السادس عشر واستمرت. فالعلمانية ظهرت كمرحلة، مرحلة من مراحل الحداثة، وهي ايضا المرحلة يعني هو مفهوم غامض ما زال، يعني مش محسوم امره، في وجهات نظر لا اولا، في يقولك علمانيه والعلمانيه الترجمه العربيه والانجليزيه، لا ما احنا بعيد عن العلم، هي من العالم والكلام ده، جدل لا ينتهي، فيها اشكالات. بس هي انا العلمانيه ببساطه انا قريت كثير، بعد ذلك وصلت اهم سيره متفرج، يعني انا متفرج حاولت افهم شو هي العلمانيه، اكلوا راسنا ناس كثير بالعلمانيه، اكلوا راسنا بالقوميه بالماركسيه، هاي المفاهيم بالحرية بالديمقراطية، فحاولت أفهم شو ها يعني، لأنه أشعر شبكة مختلطة من المفاهيم والناس مو عارفة شو أصل القضية. ويجي واحد يقول لك كل هذا متخصص، لازم يكون متخصص بالعلمانية، الباحث في العلمانية والكذا، ويسوي شهادة دكتوراه، تسمع لك كلمتين يدوخك أكثر ويعقد الموضوع عليك أكثر.
انا الحقيقة ما شفتش واحد دكتوراه في العلمانية بس او بيدعي ان هو تخصص لا علمانية. هو لا مش تخصص عنده دراسات في العلمانية مثلا عند الدين والعلمانية في دراسات مشهورة فيعني المفروض ان هو يعني فاهم يعني العلمانية اي فاهم يجيك بعدين يجيك هذا شو اسمه صاحبكم شو اسمه مسيري الالمانيه الجزئيه وينظر الالمانيه الجزئيه والكلام يخترع فيها هو كله يعني خلينا ما نذكر يعني الراجل الله يرحمه لا لكن احنا نتكلم على افكار يعني ان هو يقول لك ما هو ممكن يكون اللي انت بتقوله ده ان احنا بعاد شويه عن العلمانيه او الدوله مش مهيئه ليها المجتمع مش مهيئ ليه لان احنا متخلفين يعني اوروبا في مراحل وسيطه خليتها العلمانيه تبقى شيء طبيعي حلو فهو تنوير احنا الان اللي نقوم به هو هذا حلو. ما قبل العلمانيه تمام ايوه بس هو في حاجه ما هو ممكن واحد زي المسيري مثلا لما يلاقي هو طبعا انا عارف ان هو يقصد حاجه تانية يعني نعم. بس لو يلاقي فيه هو كبيره ما بين المجتمع الغربي والمجتمع الشرقي فيقول لك يبقى احنا علمانيه بالشكل ده ما تناسبناش لكن من الممكن يبقى علمانيه جزئيه مع كده هو كانه موافق معاك هو هاي الاعيد تحايل الجزئيه والكليه والشامله هاي كلام ما له قيمه هي الفكره بسيطه انه هنالك نظره فوقيه للعالم نظره تطالب العالم بأن يقطع للمبادئ الدينية مبادئ الدينية ومبادئ العقيدة ومن ضمنها طلعت مفاهيم الأخلاق مثل الأخلاق الدينية الطالب بالصدق الطالب بالكذا الطالب بالكثير من التفاصيل يعني العالم هذا شرير ويجب أن نحاول أن نتخلص منه طريقة أخرى في فاصل بين الإنسان والعالم وهذا الفاصل ولكن نص عقائدي يجب أن ينطبق على الجميع ويجب أن يخضع الجميع إلى النص أو المقدس لكن العلمانية تجي تقول لك لا احنا هذا الواقع موجود علينا ندرس هذا الواقع وبطريقة ننظر للواقع من خلال الواقع وبعد ذلك نبدي نرتقي يعني عملية معاكسة بمعنى المعاني ببساطة جوهر الموضوع هذا عندما تجي يقول لك هذا النص يجب أن نضع النص كمصدر لكل شيء مثل سرير بروغرس تعرف قصة بروغرس انه واحد هذا كان هو واقف على الطريق الصورة اليونانية فاللي يزور يضيفه تقول له لازم تبات عندي اليوم بس هو يبات عندنا شوف يعمل بيها يعني يوم اسود يعني رجل الدين هكذا المتدين نفس الفكرة يجي بيضيفك يضيفك ويوم تبات عندنا حريحك فيدخل يحطه على السرير يقول له هذا السرير مالتك يعني فيشوفه المسكين هذا يشوفه يربطه على السرير يربطه ويشوفه إذا كان على مقاس السرير ما إذا شوية أطول من السرير يقص رجليه يقطع إذا كان طويل على السرير والسرير دائما حاطه دائما مش كبير الملعون يعني هيقص إذا كان هو أقصر إذا حدث إذا كان أقصر يمطه يجره يعني يحط شيء ويجره يعني أيوة أيوة ده كان فيه آلام من آلات التعذيب بتاعت أيام محاكم التفتيش الكاتولكية المط أي مط ينخلق شيء مش مشكلة المهم ما يطابق على المسطرة واسمه عايز يريحك هو يريحك عايز يريحك طبعا البداية هو يأكلك كويس ويعني آخر حلاوة بس بتعال أطلع الصبح ماشي طب أنت إذا كان هو هاي نفس الفكرة طب انت اذا كان بقول الدين كده هو والدوله اللي فيها هيمنه رجال الدين او المقدس بالشكل البشع ده اللي انت بتقول عليه حسب الاسطوره طيب لو واحد عايز يقول لا ما احنا مجتمعات ما تنفعش معها غير كده هو يعني معنى كده ابقاء الوضع على ما هو عليه بعد احسن انه يفضل الوضع على ما هو عليه طبعا هو هذا هدف الدين ايوه ده هدف الدين لكن مش هدف الناس مش هدفنا احنا هدف الناس هو الناس تريد الانتماء تشعر بالانتماء تضيع بدون انتماء تضيع الناس طب ماشي يبقى خلاف ضال يعني الخلاف الضال هم مبسوطين كده احنا مالناش دعوه بيهم لا عندهم الاهم اهم شيء الانتماء الانسان هو كائن اجتماعي كائن اجتماعي يعني ما يعيش بدون مجتمع بدون جماعه طب مال انت عايز تنورهم ليه ما هم كويسين كده وما هم ناس فاقدين الوعي
يعني لأن رجل الدين ينشر مرض، هو أي 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 داعية سواء دين أو غير دين لابد أن ينشر شيء خطاب، وهذا الخطاب فيه فيه كثير من التعقيدات وفيها أخطاء فيه مبالغات فيها أساطير فيه خرافات، والناس أبلاها أبلاها لأن الناس تريد تنتمي، تريد تشعر بالانتماء إلى بعضها. ليش الآن عندما تروح للجامعة يقول لك أنا أشعر بالرهبة؟ أنا هسه نرجع لمفتتح الموضوع اللي سألت عليه، أنا فهمت ما هي الرهبة، يعني الآن أشعر إنه فهمت ما هي الرهبة اللي قصدها. فهمتها لكن ما لسه ما ترهبتش. طبعا مرة هذا قوي يعني صحيح، يعني أفسدتها طبعا يعني خربت الفيلم كله. فطلعت إنه الناس وهذه إنه هي الجماعة، هاي الناس اللي رايحين زيارة، الآلاف اللي يروحون للحج مثلا ويطوفون، هو الشعور بالذوبان بالجماعة بالانتماء إلى الجماعة، فهو هذا المقدس. يعني هو المقدس غير موجود بالكامل لكنه هم يفترضون وجوده، وعندما يجتمعون ويصلون معه يقول لك شوف الإسلام العظيم، شوف شوف الكنيسة العظيمة الكذا، حتى الجيش عندما يتجمع ويتحشد ويتقدم، اللاعبين والجمهور عندما يتحمس مع بعضها، فهذا الشعور بالانتماء وبالقوة والعزة والفخر والعدد، اي فانت تشعر بان قوتك البسيطة، كل العناصر الفنية والالوان والاعلام والموسيقى. نعم. كل ده اي هي هاي كل الاغاني والشعارات والمعتقدات ولكل دين فنون اللي هي برضه انت ابدع. المهم هي الفكرة هذه هو الفكرة الان من ندور على مثلا الكعبة. ليش تدور على الكعبة؟ ليش هاي الجماعة؟ انت شفت واحد الواحدة عندما كانوا يدور عليه الواحدة؟ ما في. يعني انا احط لك خشبة زي المثال. اي ما انا لسه كنت هقول لك، قول احكي لنا المثل بتاع الطوطم بتاع الخشبة ده. ايه. اللي هو ده مين اللي قال عليها؟ دوركايم. ايه وهاي الفكرة هي نفسها. دوركايم راح قال يريد يعرف المبادئ الاولية او الدين كيف ظهر الدين او كيف تشكل الدين، فقال انه افضل فكرة انا اروح حتى افهم الدين، هو اللي وضع علم الاجتماع، حتى افهم الدين اروح على القبائل البدائية او قبائل اللي علم الدين الاولي. فراح شاف عشرات العشائر الأسترالية هاي بالقرن 1900-1870، هو اعتمد على دراسات المستكشفين بأستراليا، ففي أراضي شاسعة بأستراليا هو شاف واحدة من القبائل ما هو وضعها لديها مؤمنة بوجود أن الإله عنده خشبة ابتاع الخشبة، هاي الخشبة معاها موي مدرة، هي هاي المقدس الكبير مالك تابوت العهد بتاعهم. ما يعادل صح بالفعل. هاي إشارة ذكية، يعني هذا الخشبة بتاعتهم خشبة، ويقولون من هاي الخشبة الإله هو تسلق عليها وصعد من هاي الخشبة صعد للسماء، أو برضو زي ما تابوت العهد هو ده حضور رمز حضور الله اللي كان نزل من السماء وحاضر في وسطينا. ايه ما ايش اسم الاله نسيته، هوكوموكو بكابوكو باتشيما، مش هتفرق الاسماء. المهم اي شيء اي حاجه. المهم فهذا في يوم من الايام انكسرت الخشبه. تعال عينك بتشوف النور كلهم متبدد على الارض كانما زلزال او فشي ضربتهم بخ، كلهم ماتوا، يعني الشعر بالضياع الكامل. ما تحملوش الصدمه لدرجه ان البعض مات فعلا، بعضهم ماتوا فعلا والآخرين تمددوا على الأرض يعني فاقدين القدرة على الحركة والدهشة، يعني حسوا أنه مثل واحد كان فقد الـ الأرض انهدت تحتها، أو أنه بعد أصبح في فضاء حر، يعني حالة انعدام الوزن. فهذا الإحساس استحالة المعيشة كده هو بدون الإله. إيه فهو كانت الفكرة هي شو هي؟ ان هذا هم متوحدين مع بعض بهذا الشكل، انه هذا الشيء يجمعهم، هو الثابت الذي يجمعهم جميعا. فالانسان دائما بحاجه الى ثابت، هذا الثابت هو اللي من خلاله انت تفهم العالم، اذا ما موجود ثابت لا يمكن ان تتحرك،
يعني لابد أن تنطلق من نقطة ثابتة. هاي أي كائن حاني حيسأل الآن إحنا خططنا المشروع كتبنا الساعة بالعشرة ونص راح يصير عندنا بث. فإحنا اتفقنا صار اتفاق بالعشرة ونص. زين إحنا حددنا نقطة ثابتة. هذا ثابت تحركنا على أساس. بدون هاي النقطة كيف راح يتحرك؟ كيف الناس راح تشوفنا؟ فهاي على هذا المستوى مثلاً حيوان يريد يأكل يصحى الصبح يريد أو الصبح أو بالليل هو حيوان ما أعرف حسب الحيوان فيريد جوعان. فهذه الرغبة لابد أن ينطلق من مكان أو من في زمان معين ويحدد هدفه يروح بهذا المكان هو بالنهاية يتحرك. فالإنسان حال حال أي كائن حي يريد نقطة ثابتة يتحرك خلالها وهناك جماعة معه يتضامنون معهم. فبدون هاي النقطة الثابتة لا يمكن أن يكون هناك معايير، لا يمكن هناك مقاييس، لا يمكن أن هناك تكون توافقات وتعارضات. إذا هاي النقطة الثابتة بعدك تحرص عليها تابوت العهد، تابوت العهد هذا تحافظ عليه، هذا يصير عندك الرهبة عندما يجتمع الناس على هذا. لازم بقى في موسم في السنة كل الناس تجتمع حوالين المدينة المقدسة الهيكل المقدس حيث تابوت العهد. هو المقدس احنا بنبعد لكن بيفضل احنا داخل في اطار الجماعة تشعر بالرهبة. بس هي الرهبة هي الجماعة نفسها. يعني انت لما انا شفنا عن بعض الناس المسلمين يشوف صلاة الجمعة يقول شوف الرهبة. وفعلا يعني هي الرهبة مو بالاله ولا اللي يتعبدونه، هي هذا التجمع. وعشان كده مهتمين بالعدد. ايه وعشان كده فرح لما حد يدخل لهم في خاصه في الديانات التبشيريه. شفت فهو يشعر بانه زاد قوة. بس بمفهوم القبيله ان احنا زدنا عدد فكاني في هذا دايما التهديد بيتهددهم دائما. فعند عند الملامه نحن لها ايه هو الدين قابلون. هو الدين قبيله ليست قبيله الدم. العشيره هي قبيله الدم. فالدين هو تعريف وهنا من تعريفاته لأنه قبيلة. ولماذا ظهرت هذه القبيلة اللي ما تحتاج؟ لأنه المجتمعات البشرية زادت فتحتاج إلى نظام وأحكام. انتقلنا من القبيلة للمملكة الصغيرة مملكة المدينة للإمبراطورية اللي بتجمع شعوب فظهرت فكرة الإله الواحد. بالحقيقة هو مش إله واحد. بالحقيقة هو إله القبيلة نفسه. لكن القبيلة أصبحت قبيلة مش على الدم، على أساس الالتفاف حوالين معتقد رمز تابوه. أنا قلت قبيلة الدم وقبيلة ثانية نسيت شو سميتها. يعني مفهوم حلو هذا ممكن أكرره يعني أستعمله. فهو هاي قبيلة في قبيلة الدم وقبيلة مثلا ممكن نسميها قبيلة انتماء. انتماء قبيلة انتماء مشترك. لهذا السبب صار السبيل بابلي. فالفكرة صارت إنه حتى حاب الفرع نخلي موضوع مختلف هذا. لهذا قصة كيف نشأ التوحيد. تمام. بس هنا عشان ننهي الحلقة أنا شايف في نقطة مهمة عشان برضو أنت قلت الشرق مثلا وقضية العلمانية إن الشرق بيعيش بأفكار، الأفكار دي ما زالت أفكار متخلفة يعني العلمانية تبقى صعبة. بس أنت هنا في ناسي حاجة إن العالم دلوقتي صار منفتح غير زمان، صار في وسائل تواصل اجتماعي، صار في اطلاع على التجارب الغربية أو تجارب الدول العلمانية ومعروف النجاحات اللي حققتها وما كانت عليه قبل العلمانية من صراعات ودم وكادوا يفنوا بعض. زائد أنت بتقول إن هو وسائل الرفاهية والحداثة والتطور الصناعي كان لازم يفرض مفاهيم جديدة وقيم جديدة. الدين اللي هو فوق الإنسان البدائي بحاجة صغيرة لا يلبيها. طيب ما إحنا برضو استوردنا وكنا متصورين زي ما كانوا حتى رجال الدين إن إحنا قادرين على استيراد منتجات الحداثة دون الأفكار اللي أدت إليها، ولكن نجحوا إلى حد كبير في ناس ما عندهمش التعليم الكويس، لأن إحنا مش مهتمين بالتعليم الكويس، إن فعلا نبقى مستهلكين للحداثة دون العناصر المعنوية لهذه الثقافة أو الحضارة. نعم. لكن في ناس تانية وعددهم غير قليل ومع وسائل التواصل الاجتماعي والأنترنت وسهولة الحصول على المعلومات إلى آخره
وعدم القدرة على حجب من خلال كانت في مؤسسة اسمها بتاعت الرقابة جزء من مؤسسات الدولة، ده بالإضافة إلى رقابة الأب والأم، ده بالإضافة إلى رقابة رجل الدين، لا ده ورقابة حتى البواب، فكل الرقابات دي بتتكسر. فيبقى لما أنا أقول إن المجتمع بتاعنا لا تصلح فيه العلمانية، ده أنت كده بتنسى إن في عناصر معنوية للحضارة راحت والناس تأثرت بيها، وإن في وسائل لنشر الأفكار دي عن طريق الانترنت والعالم المفتوح النهاردة. الكلام اللي أنت بتقوله ده أنا ما قلت لا تصلح، لا ما قلت، ما أنت قلت إن إحنا ما ينفعش معانا. لا لا قلت إحنا الآن تفضل. نحتاج التنوير أيوة. أولا حتى بعد ذلك خطوة العلمانية، يعني العلمانية خطوة متقدمة، بس المبدأ الأساسي إنه ينتشر التنوير، والتنوير مرفوض لأن التنوير هو حاجة أوروبية، لكن حاجة ظهرت في أوروبا. هاي الحاجة أنا أدعو بعد ذلك بعدين أسوي أشرح مفهوم جديد أسميه التنويرية مقابل العلمانية. يعني أنت شايف إن إحنا غلط إن إحنا ندعو للعلمانية النهاردة؟ لا مش غلط، لا لا عادي، بالعكس ما لها علاقة. لا ما أنا ما بس أنا رأيي الشخصي، ثواني، لأن أنا إذا كنت أنا مش يعني برضو ما أنا كأني أنا مستمع، لو أنا ما استوعبتهاش فأعتقد في ممكن ناس تشاركني عدم الفهم، فأنا عشان كده بطلب منك توضيح. إيه الرؤية العلمانية للعالم مهمة جدا ويجب نشرها، يجب أن هاي الدعوة ليها، وإن في ناس تستوعبها وتأيدها النظرة النظرة العلمانية للعالم بديلة عن النظرة النصية أو المقدسة. العالم ليس مقدسا، تمام جميل، يجب العلمانية انتهاك المقدسات. حلو، عشان ما حدش يفهمها غلط. لا ولا بس دلوقتي. أنا أرى بأن هاي العلمانية يجب أن ندعو لها، لكن تطبيقها صعب الآن، لكن النظرة العلمانية يجب أن نمتلكها، العالم والأشياء وللنفس وللذات ولكل شيء. يعني ما نطلعش من الكلام اللي أنت قلته من شوية أن دي تجربة غربية، وأن إحنا عايشين دولة دينية، فيبقى العلمانية لا تخصنا ولا ندعو لها. ما لها علاقة بالغرب، هي نظرة موجودة حتى بتاريخنا. هو الدهرية، شو هي الدهرية؟ هي علمانية. أي ما فيش مقدس ولا يهلكنا إلا الدهر. التاريخ الإسلامي هو الدهرية، ماشي، بس مش هو ده الطابع الغالب. الفقه بالمناسبة الفقه الإسلامي هو الفقه علماني، ما له علاقة بالدين. الفقه لمن لا يعرف يتصورون أن الفقه هو جزء من الدين الإسلامي. عشرات الفقهاء قالوا هذا ما له علاقة بالدين، الفقه هذا كله اللي هو الآن 90% من الدين. ما له علاقة بس بالدين. إزاي إذا كان طالع من منطلقات نص في القرآن؟ الفقه الإسلامي هو أصلاً يعني منهج علماني. لا ثواني، يعني مثلا هو في المواريث انا علي اساس بدي البنت نص الراجل، هاي احكام قانون. حلو، الاحكام ما جايه من القران، تقديس القران، ما انا ليه مش قادر اغير الفقه؟ لان القران مقدس. اقرا القران، هو شو القران؟ القران هو حجه بالنسبه للفقه. ما هو ده المقدس بتاعنا، ما هو ده المقدس الخشبه المقدس. والله انا لا دي انا دي على مسؤوليتي انا ده حساس انا خاف من حساس انا متفرج يا عمي هتطلع لي مسرح لا خلينا كويسين المهم فهي الفكره هذا ان العلمانيه هي مبدا اساسي لكن لا تتواجد ظروف لاول مره يصير تنوير يصير وعي عند الناس وانا اسوي هذا التنوير ما راح يتحقق عندنا حتى التنوير نفسه ما راح يتحقق عندنا لانه هنالك قوه هائله ضد التنوير فالحل الوحيد هو التنويريه انا اسميه مش التنوير على النمط الاوروبي التنوير على النمط الغربي حدث لانه كانت هناك عمليه تحديث تجربه مستمره ونظام الأوروبي الدول الأوروبية كانت فيها نظام قطاعيات نظام أمراء اللي إذا قطع النهر عليك مثلا تبني إذا انقطع النهر الفلاحين كلهم يبكون بدجلة والفرات إذا انقطع النهر أو الحاكم إذا يتطلب سلطة مركزية يعني لها علاقة بالجغرافيا فالمناطق الأوروبية خاصة في ألمانيا في هولندا اللي بدأت في إنجلترا
انت اذا قطع النهر الطوس في المطر عيش على المطر ما بحتاج. فدائما هناك تجد اقطاعيات وسلطات حاكمة، والسلطة المركزية مش ضرورية. الدين الشمولي ظهر حتى يحكم بشكل مركزي، فبهذا السبب هنا صعوبة يصير عندنا تنوير، صعب ينجح التنوير. والناس تعرف الحقيقة، يعني الناس مش فاهمين الموضوع. الناس فين؟ المجتمع، حتى المسلمين نفسهم. بس هو يقول لك هاي الكذبة وهذا الوهم، خلاص خلينا عايشين. بس ما في حاجة لأن يتنور. هو ممكن يتعاطف معك لهذا السبب عند المشاهدين، بس الآن خلال 10 سنوات عشرات الأضعاف ضعفت عدد المشاهدين لقنوات التنوير. لماذا؟ حتى المتدينين نفسهم، لكنهم هم محكومين، أو إحنا شعوب مختطفة. أنا أسمي إحنا شعوب محتلة دينيا، كنا محتلين يعني دائما محتلين من قبل قوى خارجية، لكن الحقيقة نحن شعوب محتلة دينيا. طب أنت شايف إن إحنا ما فيش مجال من التحرر من الاستعمار الديني؟ كيف تتحرر أنت بكل شارع 3 جوامع؟ كيف تتحرر؟ مختطفة. طب لما بيزيد عدد الناس اللي متمرد على الدين، ما في يطرد من الحظيرة، يعاقب. ولهذا السبب شوف حتى الدولة تخاف من ماشي. انت حكمت كده ان الشرق ميؤوس منه، يعني ما يؤوس منه. لا، الحل انا اقول بالتنويرية. انه يبدي، ما انت بتقول تنويرية، والتنويرية مش هتنجح. لا، التنوير مش هينجح لانه يريد يمشي على النمط الاوروبي. التنوير الاوروبي ظهر بسبب لا، ما انت ده كده زي اللي بتقول لي احنا عايزين العلمانيه، ما تنفعش ناخد علمانيه جزئيه، فاحنا مش عايزين لا. تنوير على النمط الاوروبي. هو اي تنوير على النمط الشرقي ده اللي هو ايه يعني؟ انا راد بعدين اشرحها، لان مفهوم جديد احاول اوضع له مبادئه واركانه، وكيف ما معنى مهم الفرق، كيف يتعارض. انا اقول التنوير هو بدأ كان نتيجه او حاجه احتاجتها الشعوب الغربيه. التنوير ماشي، بس هو بس تعريف هل انت مختلف على تعريف التنوير مثلا اللي هو بتاع مانويل كانت لما بيقول ان هو لا سلطان للعقل الا العقل؟ يبقى معنى كده هو ان ما فيش مرجعيه لا من مقدس لا من خشبه ولا من نص ولا من رجل ولا من اي سلطه، بل كل شيء خاضع للعقل، وقبوله أو رفضه هو ناتج عن قبوله عقليا. وبالتالي كمان أنه يعني لا سلطان على العقل إلا العقل، وما فيش مرجعية، وأن يجب على العقل أنه يعمل في كل المجالات بنشاط ودون خوف. نعم. هل أنت متفق أن هو ده تنوير؟ هذا التنوير، التنوير على الطريقة الغربية. لكن احنا المشكلة احنا ما عندنا مفاهيم تساعدنا على هذا الموضوع. مفهوم الدولة ما فاهمينه لحد الآن، مفهوم القانون ما فاهمينه. احنا عندنا أحكام وليس عندنا قوانين. القوانين موجودة بالدساتير ودعوية جاية، قوانين مستوردة كمان، جاية مستوردة من فرنسا ومن بلجيكا احنا شعوبنا لحد الآن لا تفهم معنى القانون. لهذا السبب يتمردون على القانون أو يتلاعبون بالقانون أو لا يفهمون معنى الدولة الحديثة. حتى الحكام ما يفهمون، لأنه ما واصلين مرحلة متقدمة. يعني لا بد أن نعترف أنه احنا وضعنا، ترى عندما تأمل بي وتحاول أن تفهم باعتباره متفرج، يعني متفرج آخر، فعندما ترى وضعنا كارثي أكثر مما نتصور. فما عندنا مفهوم الدولة. مفهوم الدولة بالنسبة لنا مفهوم لحد ما يعرفون شو حقيقة مفهوم الدولة. طب ما أنت قلت لي كنت في مرة ألمانيا فضلت متأخرة مش عارف للقرن الكام كانت يعني، ومع ذلك بسرعة تبنت مفهوم الدولة. فيعني عدم وجود مفهوم الدولة عند مجموعة من الشعوب لا يعني إن هم عندهم مانع طبيعي إن هم يقبلوها ويشوفوا محاسنها. احنا دلوقتي مثلا في الشرق عندنا تجربة ما كانتش موجودة عند الغرب. الغرب كان بيجرب وكانت حاجات جديدة، ايه، ومروا بحروب، فكان يعني كل شيء بيساعد. لكن احنا دلوقتي شايفين الحالة المأساوية اللي عايشين فيها، وفي نفس الوقت لما نيجي نبص نلاقي ان في ناس عملوا تجربة ونجحت. لا، فيعني الموضوع اسهل. زائد ان بقول لك فكرة ان احنا بنعتبر ان احنا نجحنا او اللي كانوا بيمنوا نفسهم بيه
ان احنا ناخذ العناصر الماديه للحداثه والتكنولوجيا دون الفكر. مش عارفين ان احنا لما ناخذ الكمبيوتر، لما ناخذ الانترنت من الغرب، ان احنا ما ينفعش ان احنا ما ناخدش معاه وسائل التواصل الاجتماعي. احنا مين؟ ان كل الناس اللي معاه دلوقتي موبايل ما فيه. احنا هناك راعي ورعية. احنا راعية، ايوه، بس في عدد كتير من الرعية دلوقتي لا صوت لهم، من المرعيين اللي هو من الرعيان. الرعيان يعني، مش الرعية اللي هم الرعاة. من الرعية مش من الرعاة. بدأ يتمرد على الرعاة وكل مالهم وبيزيدوا. ما هو ده النوال للدولة. هو هي مفهوم الدولة، الدولة الحديثة العربية. عنده كتاب رائع جدا عن عبد الله العراوي، انا ادعو الجميع ان يقراوه جيدا، بس هو موضوع اخر يعني. باي ذا واي، الدولة، مفهوم الدولة ان انتقال حكم من عائلة لعائلة، هاي الدولة، هذا معنى الدولة اللي الناس قليلين يعرفون. معنى الدولة دولة بني أمية، دولة بني العباس، دولة الفاطميين، يعني عائلة. لا بس أكيد هذا مفهوم الدولة عندنا. ماشي تمام. وبالتالي وجود مالك عائلة، الرعية تنتقل حكمها إلى الآخرين، فأنت ما عندك صوت. بس أنت ما تقدرش تقول لي إن هو المفاهيم القديمة دي ما تهزتش ولا تغيرت لحد الآن. حتى الجمهورية، الجمهوريات اللي موجودة تحولت إلى ملكية وراثية. صحيح. بس بالشكل. صحيح. الفكرة وين؟ أنه تقول إنه إحنا راحت من بالي. أنت قلت إنه مع الوسائل التكنولوجيا جاءت أفكار، فالأفكار لكن إحنا مش محصنين من تبنيها. ليش أنت ليش تلاحظ إنه مجتمعاتنا بأكملها، شعوبنا، كم دولة لحد الآن ما دخلت الصناعة، ما فكرنا رغم الإمكانيات الهائلة ما إن أي دور في العالم. لماذا؟ في الاختراع والتكنولوجيا، لماذا نستورد الأشياء ونعتبرها يسمونها تسخير؟ فكرة التسخير نقولها في حل، قالوا التسخير، احنا باقين هيك. واحد أردني مرة حكاها، بنسخر الغرب لخدمتنا توصل. هو التسخير، احنا ما لنا علاقة، احنا قوم. واحد طبعا الشيخ الشعراوي قالها، واحد أردني طلع مقابلة قال احنا هيك، احنا مش بعد، احنا بالنسبة لابس قاط بدلة أوروبية آخر حلاوة، ذلك مشهور صار احتجاج عليه. هو قال الحقيقة بالتفصيل الدقيق. قال ايه بالضبط؟ قال انه العالم بكربة والحداثة والابتكارات والعلوم وكل شيء، ربنا سخرهم لنا كل تسخير، انه احنا بالنسبة لنا الإسلام يكفينا. ما صحيح، ما ده الفكرة دي يعني، بس أتمنى أنه ما تكونش عند كل الناس، ولكن موجود، لأن الشيخ الشعراوي قال كده. هو قال حتى سبحان من سخر لنا هذا، بمعنى أن يشوف ربنا أعزنا إزاي، أنه أوجد لنا البترول أو أوجد لنا الفلوس، فإحنا نقعد على حلنا ويجوا هم يتعبوا ويجتهدوا ويدرسوا وينتجوا، وإحنا على جاهز هنا هو نستفيد من منتجاتهم. بس طبعا ده يعني دلوقتي اعتقد، وده ربما هو انا ده. وانت نحتاج عليه، المؤمن يحتاج عليه هذا الكلام. ويقول لك لا بس هو كذابين. طب ايه رايك ان في عدد كبير دلوقتي زاد، واصبح اللي يقول كده هو موضوع سخريه؟ كيف زمان يعني اللي يقول كده هو زي ما كان بيقول الشيخ الشعراوي، كان يقول الله الله الله، دلوقتي بقى اصبح موضوع سخريه. النقله دي اللي حولت الكلام اللي كان مقدس الى موضوع سخريه، صحيح؟ يعني معنى كده هو لا، يبقى في تغيير، يبقى في تقدم. بس انت القوه الفاعله، هيجي وقت يبقى احنا يفضلوا اقليه، ولكن يجي وقت اللي هو يعني مرحله الحرجه اللي يتحول فيها التلج لسائل. كيف تسفر المجتمع لنا؟ كان المفروض هاي 50 سنة اللي فاتت اللي مضت الناس تتطور وتبدي لا تستهلك الحداثه ومنتجات الحداثه وانجازات العلميه، يبدي هناك نسبه 3-4% من الوارد القومي لاي جماعه اي شعب يخصص للبحوث العلميه، ما في واحد بالالف تبدي، وعلى قضايا تافهه يعني مش منتجه ولا بحثيه. لماذا؟ لان القوه المهيمنه على المجتمع ما بتها هذا الشيء. فكيف يحدث التنوير؟ الآن روح على الجامعات، جامعات كارثة فضيحة، ليست بجامعات. فتشوف هنالك، احنا انا قلت لك شعوب مختطفة وشعوب محتلة،
ليش ازداد عدد الجوامع في كل مكان؟ انا ما احتاج على جوامع، لا بس انا ارسل، انا متفرج ماليش دعوه، انا ماليش دعوه. فليش تزداد الجوامع بدل ما تزداد مراكز التثقيف، مراكز نشر الوعي العلمي ليش؟ واللي يطلع يكسرون رجله يعني او يسحلون. طب ماشي، ما لو احنا شعب مختطف، ما احنا بنحاول ان احنا نسدد ضربات الى هذا المختطف ما حتى نتحرر من الغرب. يمنعك ايضا الغرب، يقول لك انا ما بدي انت. احنا الحل الوحيد انه الغرب لا يمنعك من ايه؟ ما يرحب هاي المساله، القوى الكبرى ما، لان يقول لك هاي شعوب خليها هيك، احنا بدنا هذا الشيء. لا ان هو يريد ولا يريد، يعني انا نفترض ان انا شخص اناني لا اريد انك انت تبقى ناجح، في فرق ان انا لا اريد وان انا امنعك من النجاح. هل الغرب بيمنعك من النجاح ولا لا يريد؟ لا يريد يا عمي، هو حر، هو يريد شعوب مستقرة، ما يريد ارباك، يريدك يقول لك يعني في سبيل ان هو عايز شعوب مستقرة، يبقى كده بيعطلك على انك انت تلتحق بركب الحضارة. هو بحسابات الربح والخسارة هو يحتقرنا، الغرب يحتقرنا بصراحة. طب وانت لو وانت اذا كنت انت بتحتقره كراجل متفرج، تحتقر المسرحية؟ أنا ماليش دعوة. أيوة ماشي، بس طب أنت المسرحية شايفها حلوة ولا بايخة بتحصل في الشرق؟ هي دائما أنت راجل متفرج، شايفها إيه؟ هذه كارثية يعني. طيب يعني نسقط في الهاوية وفرحين نبتسم هيك. طب هو يعني لو الغرب بص لنفس النظر اللي أنت بتبص لها للمسرحية، تقول إن هو يعني يلام على إن هو بينظر للمسرحية إن هي بايخة ومحتقرة؟ والمهم استقر الموضوع، هو يبيع لك منتجاته وخلاص، سوق سوق ممتازة، ويأمر أوامر الحكام جميعا، أتباع إحنا لا شيء، صفر. هاي العنطزة بتاعتنا والهذا لا شيء، ما في عندنا دول، لأن دولة شكلية والسلطة شكلية، وحتى فكرة الشعب إحنا مش شعب أصلا، لأن الشعب هو مصطلح يعني. ما عندنا مجتمعات، انتقلنا من إحنا مش دولة لحد يعني، ولا 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 حتى احنا مش شعب. الشعب مصطلح حديث، مصطلح مصطلح نوعا ما يساري، بس شعب اليهودي يعني احنا بس خرفان. خرفان السياسة هي كلمة سياسيون، يسوس البعير، يسوس البعير. حتى دين، عندما تجي على السومرية دين شنو هو دي؟ احنا الحمار قلنا دي، لا لا عندكم انتم الحمد لله. دي دي يعني احنا نمشي الحمار او البقره او الحيوان ولا دي. كلمه دين بالسومريه القديمه دي هي الحمار، السوق الحمار، وهكذا فعلا هو الدين، لانه الصدق الانسان ترى كان كان صعب. انا عايز اطلع من الزريبه دي. انا عايز اطلع من الزريبه دي. التخائل هتخون الزريبه. ايه يعني هي هذه يعني. طب ما عندكش كلمه حلوه تقولها لنا في الختام؟ كده صوتك متفرج يعني. اي صوتك متفرج يعني، مثلا قول لنا اي. لا انا وصلت لقناعه بانه ايوه انه احنا في امل وحيد انه انه احنا ننظر نفهم ما يحصل، نفهم ما يحصل على الاقل، وبعد ذلك في امل ان احنا نفهم. يا معنى انا عمتي فهيمه اسالها يعني، عندي عمة اسمها فهيمه وهذا اسمها بس هي اسمها على مسمى ولا هو الاسماء كده ببلاش؟ مش فاهم، انا مش فاهم. انا مش فاهم ازاي يسموها فهيمه، هي دي يسموها فهيمه ازاي؟ مش فاهم. لو عمتك بتسمعنا احنا بنهزر. نعم ده كان رهبه. هي رهبه احسن مني. رهبه ايه، ده رهبه بالاماكن المقدسه كانت عندها معنا. رهبه ايه، بقول شيعي وعنده رهبه، عندها رهبة. ايه يعني نقول لك هاي خشوع تروح. طيب يعني مش فاهمة. مش فاهمة. على فكرة هي من ممكن تكون فاهمة انها مش فاهمة. لا لا. تبقى حمارة يعني.
المهم هي يعني اكو امل، في امل يعني عندما نشعر نفهم الامور بطريقه صحيحه وكمتفرجين. لان اذا ما كنت ضمن الحاله راح تتعب، تتعب كثير. يعني انت احنا الافضل نفضل متفرجين من باب ان احنا لا ننخرط في لا ننخرط مش مشكله، بس انت انت افهم الامور كمتفرج تمام، لكن ممكن تنخرط ولكن ما تنخرطش يعني بحماسه وبعشم كبير. لا انخرط، افعل ما تشاء افعل ما تشاء، لكن المهم انت دائما عندما تنظر امور تحاول ان تفهمها او لا انا اقصد انخراط في محاوله التغيير. اي التغيير تبدي، يعني انا اقول من واجب كل انسان الان، واجب رئيسي ان يعلم ابنائه ان يخلصهم الشرنقه الماضي اللي هي يتحكم بها الدين. انا مش ضد الدين، لان اذا هذا كان الدين راح يطلع دين ثاني. فالدين شو يسميه، دين يعني دين الموبايل، دين الاجيال مختلفه، يعني العالم الان واسع والاجيال تطلع يوميا مثل ممكن. فاحنا اذا خلصنا هذا الدين، لان احنا مش مجهزين للتحرر من هذا الدين وعدم الدخول في دين ثاني، فبالتالي ان احنا ماده يعني جيده لاي خرافه. هو احنا خرافه اصلا كله خرافة. ايوه، فيعني ان احنا مش عشان طلعنا من خرافه الاديان لكن مش مؤهلين عقليا، ممكن ندخل في خرافات تانية دينيه ممكن تكون اشر كمان من الدين. هذا فعلا بيان عبد الناصر شو القوميه لا وحياتك، وحصل حتى في اوروبا ان بعض الناس اللي هو بيقولوا يسموها روحانيه واللي بيجيبوا واحد تافه وبيتكلم كويس جورو من الهند يضحك على امم لا اله الا الله في الغرب بشويه كلام روحانيه واليوجا وال اي بس هو له مساحته عنده مساحته يعني لأن الغرب ايوه، بس معنى كده ان هو برضو الناس مش يجب ان هو الواحد عشان يخرج من الدين يفهمه مش مجرد ان هو يكون عنده مشاكل مع رجل دين مع حاجه معينه تنفره من الدين، لا هو ان يكون ليه خرج من الدين او خرج من القطيع هو فاهم عشان، لكن لو لسه هو بيحمل عقليه القطيع مع عقائد بس مختلف معهم على بعض العقائد، ما انت في ناس ملحدين مثلا بيطلعوا ويحملون اخلاق السلف. ليش؟ لانه هو ما زال ضمن مفهوم القطيع، هو ما زال يعني يشعر وعايز يعمل قطيع بين العلمانيين هو رافض القطيع لكن مش اكثر لانه مش فاهم، هو عنده غضب من القطيع وزعلان عن القطيع او عايز يعمل قطيع تاني ربما، بس هو طالع هيك معه مش عاجبه مش عاجبه وأدى اعتراضات ويقول أنا ضيعت عمره مع القطيع وهاي الجماعة وصرت سلفي وتعبت وكذا، فيظل عمره كله بس يحاول ينتقم أو يثأر لهذا الجزء الكبير ضاع من عمره، لكنه يبقى محصور بنفس الخانة. يعني الجوزة مثل هذا الحيوان اللي بتاع الآيس العصر الجليد، هذا الحيوان اللي عنده جوز الكرتون بندقة الكرتون بندقة، هذا حياته كلها قائمة مثل خشبة هذا اللي خطر عليه، فالبندقة هاي هي حياته بأكمل متكونة. فإذا طلعت من هاي البندقة تبقى أنت عينك عليها فهو يشوف طب السماء بهاي عنده يخاف على هاي البندقة، يحتفظ بها يخزنها يخبيها يدافع عنها، مرات يسرقوها منه يروح فهي هاي البندقة هو الدين، هو هذا الانتماء لشيء معين. أيوة بس من ممكن واحد يعني ممكن الحيوان ده يعني من ممكن هو هذا المؤمن، هو هذا المؤمن أيوة يخرج ان هو يعني ايه يستغنى عن هذه البندقة يموت لا اسمها ايه جوزة انت بتوعي الجوزة اللي احنا بنقول البندق بندقة لسه مش بيستعملها بالمفرد، ولكن هيروح ياخد بندقه غيرها يعمل معها نفس الشيء. اي لانه تعلم، لانه ما يقدرش يعيش بدون بندقه، ما يقدرش فكانه ترك البندقه وطلع على بندقه ثانيه بس كده، هو بس تبقى عاده ويقعد يشتم في البندقه الاولانيه. اي يعني كل واحد عنده البندقه مالته، بس لكن المهم ان تعي بانك هنالك مشكله
حاجه دائما يعني تجد هذا الثابت، سواء بخشبه سواء بكعبه سواء بصلاه سواء بجامع او مجموعه من المؤمنين او كنيس اللي هي جماعه المصلين، فتنتمي لهؤلاء بس تشعر بانه هذا الانتماء انت تحتاجه يعني نفسيا. ماشي نفسيا يسموه روحيا، انا عم يقول روحيا انا اضحك لان ما لهاش معنى يعني روحيا. اي روحيا يعني روح. والله انا عندي واحد يقول لك الظمأ الايديولوجي، الظمأ الميتافيزيقي. واحد فوضى ما يقول كلام فاضي. انا عشان ما فهمتش يعني الظمأ الميتافيزيقي بقيت بتتكلم كويس. لا هو الراجل ده بيتكلم صح. عشان ما فهمتش. فهو هذا الظمأ الايديولوجي. فانا كنت بعمر. لا بس هو فكره البندقه دي اصلا مهمه. انا شايف ان هو حتى لو احنا وعينا ان احنا محتاجين نفسيا واجتماعيا للبندقه، فليكن بندق مش بندقه، وليكن ارتباطنا بهذا البندق هو ان هو مغذي، ان هو جميل شكله، ولو ضاع مش مشكله نجيب غيره ونزرع غيره. فاحنا اللي نصنع البندق مش البندقه واحده تشكلنا وتصنعنا. ايه هي هاي هاي ما ده جميل. شو هو مش وصلنا والله دي نهاية جميلة. كلنا حناكل بندق يعني. بس لا لكن مش هنعبد البندقة، مش هنعبد وهاي راح نقع بالمخيلة. هاي دائما عندنا مشكلة احنا. احنا نقول انه هو يطلع ينظروا لك، يطلعوا لك عباقرة والدكتور الشيخ الدكتور خير وهاي الخلطة ما اعرف كيف عملوها الشيخ الدكتور او زي الثورة الإسلامية للتحرير. لا 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 كده كتير كده كتير. لا الجمهورية الإسلامية كيف الجمهورية الإسلامية ده ايه ده زي ده الجمهورية الإسلامية كيف هاي الخلطة يعني. المهم وإيرانية، حتى الإيرانية ما تصح يعني. الجمهورية الإسلامية الإيرانية الإيرانية أي دولة، فهو الإسلام فوق الدول وفوق وما لها علاقة بالجمهورية، هي مصطلح لها علاقة بالثورة الفرنسية فالمهم لا الجمهورية من زمان بابا كانت روما كانت على كانت جمهورية إيه قبل ما تبقى إمبراطورية. أنت كنت تحكي شنو قبلها؟ لا أنا بقول لك إنه على فكرة إن هو اللي يبقى بدل ما تبقى في بندقة واحدة وإحنا بنقدسها ومقدسها إيه عليها، إن إحنا يبقى عندنا بندق ويبقى له إن إحنا اللي بناكله وبنست او نعمل عليه فيلم كرتون. ايه هذا مشروع بس هذا مشروع خيالي لانه ما يتحقق. احنا انا اقول لك انه كثير من الناس يقول يتحدثون لك احنا اللي نحتاج مثلا نعمل مراكز بحوث علميه ونعمل نغير نظام التعليم ونحتاج انه نعتمد على العلم وعلى الخبراء وكلامك حلو وبعدين لا مش بس هذا شكرا شربت الشاي وهاي لا الله يخلي لا بس هو بس انت عندما تجي للشارع اللي كان الجامعة صار الاربع جوامع فوين المراكز العلمية البعوده فهذا لا وحتى جامعات في مصر مثلا قال لك نعمل جامعات جامعات نعمل جامعات يونيفرسيتي لان لما يزيد عدد الجامعات بدل ما بس في القاهره واسكندريه جوامع عندنا مش جامعات لا ده هقول لك الكارثه اكتر لما نعمل في الاقاليم فده كده هيقل التطرف ويزيد التنويم وكلام زي كده. وجدوا ان بدايه القلاقل الدينيه والصراعات الدينيه واسلمه الشباب وتطرف الشباب في كل مره يعملوا فيها جامعه في اقليم، فحصل شيء عجيب بانتشار الجامعات يونيفرسيتي الإقليمية، زاد التطرف الديني اللي المفروض ان الجامعات هي عكس تماما او يفترض النتائج بتاعتها عكس تماما التطرف الديني. كذابين يعني كذابين يعني هو هذا المشروع بس هو كذب عليه. يعني احنا الضيف اللي قاعد يقول لنا احنا محتاجين كذا وكذا نقول له ماشي خلص بس الشاي بتاعك عشان اي اصل احنا يعني الراجل مش هنطرده ياخد الضيافه بتاعته يعني شكرا امشي شكرا خلص الشاي والله ما كنا نعرف اول يعني بس لا يقول لك ما خلي الايه هاي الحكايه خلي ما كنا عايزين نذكر اللي علاقه بالخشبه الخشبه ازاز بس شوف الاسئله هاي ماشي لو في حد عايز ولا احنا طولنا بس اصلا بتكلم معك كاني ما فيش بس احنا كده بنتكلم طول النهار. فالمهم لو اي حد عايز يستفسر عن حاجه بعيد عن الخشبه
لا تتعرض، لا تنتهك المقدسات، لا الخشبيه. انا بنتهك الخشب. ايه ما فيش غير دلوقتي ازراء خشب، كان واحد هيطلع قانون ازراء خشب. لا يعني انا هيطبق عليه الحد في خشبه طبعا. حرام يعني الخشب المقدسه. اهو صحيح، ده كلام الجامعات عندنا عباره عن مفرغة متطرفين. وفعلا لما كانوا بيعملوا في مصر في كل اقليم، لان زادت في كل تقريبا اقاليم الصعيد، عملوا جامعات كانت النتائج كارثيه. واجهه اجتماعيه فقط. صار الشيخ الامام الدكتور كيف خبر يعني ايش شيخ الامام الدكتور؟ هو يقول لك هو ضد الألمانية. هو كلمه الدكتور هي ضد المنتجات الالمانيه والحداثه والتعديل. يا اخي الطربوش الاحمر من منتجات التصنيع والحداثه. مو هي فكره القطيع. القطيع الطربوش الاحمر بتاع بتاع المشايخ طبعا. بس هي فكره القطيع. ليش انه هاي الجماعه والانتماء؟ لان هو قلت لك فكرته هو مش الحقيقه ولا الفهم. هو يغنم الاشياء. هو ياخذ الاشياء يعني مبدا الغنيمه. يعني حتى عايز ياخذ منتجات الغرب. غنيمه. غني اي شيء غني. ما هو بالنسبه له مش الفهم ولا اي شيء، وتسخير يعتبره. يطلع لك مصطلحات اشبع على طلاء. الراجل ده بيتكلم صح. بعد اخراف يخرج من قطيع من اجل تنفيس عن غضب. لكن فكريا هو ما خرجش. هو ما خرجش بقى. يعني زي الشرطه عندنا، يقول لك هاي الشرطة لما يتقاعد يقعد باب المركز الشرطة. أنا ما أدب مع صحيح عاد فين؟ هي الخشب. لا ده هو ممكن يخاف يقعد في حتة تانية. إيه لا ما يقدر. ما يلاقيش حراسة. بيقول لك نحن بزمن الإنترنت والعفو، أنا جاي أحطها هي موجودة. نحن بزمن الانترنت والمعلومات السهلة، بزمن دين. بس هي أنا ما هو ده كان في نقاش برضو بيننا، هي فكرة الدين في شكل على حسب إيه هو تعريف الدين. لو هو الدين اللي احنا نعرفه السلطوي الشمولي اللي عايز خرفان، فليكن ده غير مقبول. ولكن مجرد ان احنا نقول مثلا ان النادي الاجتماعي نوع من أنواع الدين بتاع الدولة الحديثة اللي الناس بتلتقي فيه، لكن ما بيجبروش على فعل أشياء غصب عنهم، بتساعدهم انه ممكن تكون بتساعدهم في التفكير والالتقاء وتطوير الافكار، فليكن لو هو ده دين فانا ما عنديش مشكله معاه. فعلى حسب احنا بنعرف في الدين ازاي. لو الانترنت والتواصل يخلينا ان احنا نلتقي ونعرض افكار جريئه ونستفيد من بعض، عايز تقول ان ده دين يا عم ماشي انا مع الدين ده. فهي احنا ما عندناش عداء مع كلمه، حسب انت تقصد ايه بالكلمه. لكن انا بتلاشى ان انا استخدم الكلمه دي اللي هو ممكن واحد هيفهمها ان انا بعيد القضيه بتاعتي. لا خلي الدين يكون عند الله. اوكي امي بالله ما عندي مشكله معك، انا ما عندي مشكله معك. المهم انت هذا الدين يكون متاقلم مع الواقع، مع يعني يستجيب لحاجات الناس. كانت حاجات الناس بسيطه، الانتماء، الاحساس بالانتماء الى جماعه واحده متعاونه فيما بينها، وتقدم الآيات الشكر والعبادة والدعاء للحكام والآلهة وتقدسهم. الآن هاي هذا النموذج، هذا الموديل مضروب، يعني ما يشتغل. فالحل الوحيد اللي رجال الدين ماذا فعلوا؟ ضاعفوا عدد الجوامع وضاعفوا عدد الجامعات وخلوها جزء ملحقة بالجامعة. بل أنت مع العصر الحديث يعني ضاعفوا الاستبداد. صحيح. لا وأنت بدأ مثلا مع محمد علي، مع محمد علي بدأت مثلا حركة الترجمة كان لها رد فعل إسلامي وأكثر تشددا لما كان عليه المجتمع كله قبل كده. هو إيه؟ لأنه سيطرت يعني، وحتى الناس كانوا خايفين مثلا من الجامعة وضد تعليم البنت. طب أنت تعال شوف ده، إحنا خلاص البنت لازم تتعلم ولازم تخرج وتشتغل، ورجل الدين مهيمن عليها. بس في حاجة، خليها تشتغل وخليها تتعلم بس بالنقاب، وهتطلع بنات أشد تمسك بالدين طبعا أكتر من البنات اللي ما كانوش بيدخلوا المدارس. زي القنوات الفضائية. القنوات الفضائية كانوا متخوفين منها السلفيين وبيحرموها. وكان في السعودية اللي تلاقي عنده دش واخد لبالك هوب يا إما تعالى لأنك تمام. وبس أول ما الإسلاميين
راحوا سيطروا السلفية. لا ده كان قبل ما، بس لما السلفيين بيعملوا قنوات تمويل وفلوس وقنوات، انتشار الإسلام وتقوقع حول النفس وجيتو ساعد على وجود جيتو في أوروبا، وانتشار الأفكار السلفية مع الصحوة كانت بفضل الفضائيات. إيه فهم يعني الشيء اللي هو المفروض كانوا متخوفين منه أو مع الحداثة، إزاي أنك أنت بتحول أداة من أدوات الحداثة إلى أداة لتكريس الرجعية. طبعا هي أداة من أدوات الحداثة تكرسها الأدوات. وشو عملوا هم الخطة الجهنمية رجال الدين؟ سيطروا على الشارع، اختطفوا المجتمع واختطفوا القرآن أيضا، منعوا التقرب للقرآن، صار قطاعية خاصة بهم يعني، واختطفوا المجتمع. السياسي عندما يجي يحكم أو يمارس أي شيء لابد أن المن يروح يجي عليك وعليه، ولا يروح على اللي متحكم بالشارع. ماشي، ما هي دي الصفقة اللي هو بين رجل الدين دائما وبين والنتيجة كانت منع لم نشارك في العالم، ليس لدينا أي مشاركة علمية، ولا عندما كان عندي حلقة أقول عندما يجلسون الناس العربي عندما يجلس مع الأمريكي والياباني والصيني والألماني والروسي، إحنا شنو قدمنا يعني؟ كل واحد يقول إحنا اخترعنا فلان شيء، احنا طيرنا مركب الفضاء. والله انا متبني رايي اللي اخترع كلينكس افضل من اللي طلع الفضاء، بس احنا مش احنا اللي اخترعنا حتى كلينكس يا حسره حتى كلينكس يعني ما اعرفش. المهم في واحد بيقول لك واخد بالك عندما تتقبل الفكاهه المصريه، لما الراجل ده راجل فكه مع الحصافه العراقية، راجل عراقي ده يا عم. أنا حصيف. أيوة عند الخشبة وإيه عمل دبلوماسي. هاي كويسة حصيف. حلو كويسة. عطل جديمة. تشتغل عندك. شغال حصيف. لا شكرا جزيلا. الأستاذ. صديق. حسين نبال. شكرا جزيلا. لا بالعكس. نهاد حسين. بس أنا. صديق. دعم نمزح معه. بعد كده بيقول الاستاذ الناس بلغ سلامة وتحيات الحارة للاستاذ منصور. لا سوري ولا اعرفكم. اذا كان القادة في الشرق الاوسط تمتدح ان يكون روبيتا تسبح، فلما نلوم الغرب الذي يتغنى بالتسخير، فهنيئا لهم بأن يكونوا ذبيحة. يعني لو أنا فهمت يعني إن هو إذا كنا إحنا واخد لبالك قابلين على نفسنا الهوان، فلما يجي هم يضحكوا علينا نزعل يعني. طبعا لأن هو يعتبر خارج القطع، أعداء القطع. ليش بالشكل حتى يبني حاجز بينه وبين الآخرين؟ والجماعة الدينية هي هذا مبدأها، هو الدين هي فكرة إنه يشكل جماعة مصلين، جماعة عباد، وهؤلاء يكونوا الأخوة وليس أصدقاء. لا توجد صداقة في الدين. لا في أخوة في الدين. إيه بس صداقة ممنوع ولا حب. الحب موجود. الحب هو دائما. بس عشان كده بيقولك أحبك في الله. إيه. لكن خارج الله لو أنت كفرت انتهى. ما أنا بحبك في الله. إيه. وأنت كفرت يعني ما. لأن الفرد مرفوض. ايوه لا، ولان كمان الحب يحتاج فرديه. صحيح. والايمان يحتاج فرديه. صحيح. وبعد كده انت ولاءك يبقى الشخص ولا ولاءك لله. اي أيوة. والاخ عندما يتشابه، لانه لازم الخراف كلها تتشابه. فما في خروف صديق خروف، لانه ما عنده ذات ممسوحه. كل واحد في ليه اخوه اللي قدامه. عامل ليه بتاعت الخروف. اي انت عارف العنزة. لا وحتى هو بالدين من ضمن الحاجات ان هو بيكسر العلاقات الطبيعية عشان يعني مثلا انك انت يقول لك لازم تكرم اباك وامك، وكل الوصايا كرم اباك وامك، ودي اول وصية من يعني لا كان مؤمن بوعد. لا كان مؤمن الوصايا بالضبط. لا بس لازم يحط لك استثناء. لا اقول لك لا ما زي ما بيقول لك لا تقتل. ليش هو ابراهيم الخليل مو شتم ابوه او شيء من القبيل؟ لا ده في التراث بتاعكم. احنا احنا كان مؤدب. احنا كان مؤدب اكتر من انه ياخد حمير وجمال من فرعون وكده. لا حتى ايات عندكم ها
اكتب كلكم سيروا عندنا أيوة اخلط اخلط اللي اتركوا أيوة. اولادكم واباءكم ايوه ما هي دي ما انا هذا اللي عايز اوصل لك ما لكم علاقه بالولا ايوه انك انت الفكره خطيئة هي خطيئه ان هو بيرمي لك بيرمي لك زر العيون مبدا جميل جدا لا تقتل تقول والله يا سلام يا سلام ايه الحلاوه هو نزل كتل 3000 ماشي بس بعد كده هو ما حلو لا بس استنى بس هو بعد ما نزل الالواح طبعا ورأس القلمون لا تباتون اذا ما قتلوا 3000 حتى لأخوك أبوك أيوه نفس وكسر كسر الألواح اللي فيها لا تقتل عشان يقتل لأول مرة زعل لا كسرها لأنه شافوا يعبدون البقرة أيوه بس هو رجع بعد ما يعبدون البقرة على كل واحد سيفه في بطن أخوه رجع يهوى وعطاه نسخة ثانية قال أوكي معلش لا بس هي الفكرة إيه إنك أنت عندك العنوان الكبير لا تقتل لكن بعد كده هو نزل في نفس الكتاب ثواني في نفس الكتاب في مثلا 34 حالة للقتل في منهم حاجات ما كانتش معروفه حتى في الزمن القديم في القتل في ان هي الالواح اللي انت بتقول عليها صحيح اللي مكتوب فيها لا تقتل لما نزلوا عملوا في اخوانهم الوصيه بتقول لا تقتل فادي اللوح فيه لا تقتل لقى كسروا وراح اتى عملوا مقتله في كل الناس اللي عبدوا العجل وطلع اخذوا برضو بايه بلا تقتل نسخه جديده لا هي موجوده لا هو موجوده تبقى اما بيت نسخه جديده بس يعني هي لا حجر جديد وانت يعني تفكر انا وانت تفكر بعقل منطقي يعني انا قلت لك وانا متفرج فانا دائما اقول هاي يعني شو هالتعرض ليش مثلا يدخل مثلا يقول هاي اختي وهي زوجته ويخدمها ويعني يخدمها ينام معها الفرعون حسب تسميه الفرعون كله ياكل كريم كراميل فانا ظلت دايخ اقول شو هاي ليش وقلوها عادي علي إذا أكل قرف لوحدي ولا كريم كراميل معي بس عشان كده احنا هنبقى خارجين لا 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 خلينا كويسين لا وفي حاجة تانية نرجع للموضوع حكاية إيه اكرم أباك وأمك وكلام زي كده طب أفرض كفرة وأفرض يعني بيقولوا لك إيه ما تعبدش الله توصل لدرجة إن احنا نلاقي في السيرة واحد مثلا اللي هو زي ابو عبيده بن الجراح يقتل ابوه هو اللي يدور على ابوه في الحرب ويقتله ويقول له خذها في سبيل الله ولا يلام على ذلك هو نفسه اللي بيقول اكرم اباك وامك واخد البلد بيقول ان دعا الموتى يدفنون موتاهم المسيح لما واحد بيقول له اكرم يعني ادفن ابي الاول ومالك يا امراه يقول الامه انا مره كنت سمعت امه قالت قال مالك يا امراه يا امراه اه فانا فاكر زمان طبعا هو تاويلات يا مدام ليش تقول ليش يا مدام مش يا امراه يا مدام صار انا سيلفو بلي اعتذروا مش دوسلي مدام فبان بارليكم ساد فون تو موند الخمر مستر بين لما يقول ايوه اجتمعوا في قانا لا بس ما نحب نسهل لا ابدا ما احب هاي مش اساءه لل لا 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 ده هزار بس لا لحد يفهم السخريه غلط انا بخاف الناس عيني بعيني لا لما لا والناس وتسيب الناس لا في حاجه اقول لك عليها زمان انا سمعت كان في راديو كان للتبشير للمسيحيين فبيقول ان هو للتبشير او لا للتبشير زمان ايام الراديو ايوه واخد لي بالك مع اول ما تطلع تكنولوجيا جديده انا بقول دايما بيستخدوها 3 اشخاص لا بس احنا خلينا في الاثنين الاولانيين واخد لي بالك فاللي هو بيستخدموها اللي في نشر دايما الحاجات اللي ليها علاقه بالدعاره البورنو أيوة. والدين ايوه هات اي تكنولوجيا السيديهات اول ما طلعت جديد كان ايه افلام سكس ودين يعني هو لو الدين ما في دعاره ايه ده ما كناش هنجيب عيال طبعا هو الدعارة موجودة طب ما حلو دين واحنا عايزين نبطل دين ايه عم الدين حلو اهو يعني الدعارة موجودة هنا موجود دين والناس انت انا في اخر الحلقة بتدمي قنابل يعني لا ده عايز موضوع ده لا خلينا المهم فالراجل المبشر ده بس نعمل حلقة على الدعارة والدين لا خلينا كويسين لا عندي قنابل كثيره في هذا الموضوع صحيح علاقه المراه بالرجل ما فيش اغتصاب ولا خشب ولا اي لا الاغتصاب حلال شو كيف خلينا ماشي خلينا ماشي المهم فبيقول لك ايه ان خطيئه هذا العالم دلوقتي
هي ان صارت في نوع من انواع الاخوه اكثر اهميه عند الناس من الاخوه في الدين. صارت الاخوه مثلا حسب الدم ولا المفروض ان الاخوه تكون حوالين الدين طبعا. وفي اللي بيجمع لما تيجي تقول ان بيجمع مثلا ان احنا بتقول مثلا اللي علاقه الدم تتكلم ولا والدم يقول لك العلاقه مع اللي اخذوا دم المسيح اصبح هم دول هي هي شوف انا قصدك عليها علاقه حدثنا بالبدايه انه الدين هو ارقى اشكال البدائيه ايوه ارقى اشكال البدائيه هو الدين الشمولي لو لان كلمه رقيه دي صعبان عليا لا ارقى لا تستخدم في هذا صعبان عليك الدين والمؤمنين ملايين المؤمنين صعبان عليك الخشبه اللي اتكسرت لا هو انا هو الدين هو ارقى اشكال البدائيه يعني هو المرحله ما بين الانسان اللي يعني البدائي ارقى شيء هو ارقى شيء وصل قبيله عشيره رابط الدم بعدين وصل الى رابطه شو لسته الولاء الولاء اللي قبلها والبراء البراء طول ما في بلاء يبقى في براء طبعا بس هاي كانت موجوده عند العشيره والقبيله والعائله لكن اللي وصلت الى مرحله الدين صارت هاي الرابطه هي اللي فالبدائيه الان عندما ظهرت الحداثه بمعجزه طبعا بالغرب ولاسباب اذا بدك اشرح لك اياها بعدين ماشي يعني لماذا ظهرت تحديدا ما ظهرت في ايطاليا ما ظهر منها وما بطن ما يعني بطن حلوه هذا عجبتني بطن مش بطن بطن لا تمام لا اعتذر خاف اسال لا 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 اوعى كن المذهب او نحله لا نحله جاءت متلخبطه لا لا شفت اعتذر بشده يعني طب احنا في نهايه هذه الحلقه بعد شكركم نعتذر لكم بشده على هذه الحلقه ونلقاكم في حلقة أخرى مع صديقنا منصور الناصر ونقاشات من ممكن تبقى علاقة الدين بالدعارة مع كامل الاحترام للدعارة يا سلام